طيب هتصالحني بإيه؟ بإني أخرجك بره الدنيا، يعني أعمل لك أي حاجة، أي حاجة، أي حاجة أنت عايزاها. تسافرني بره؟ وهتسافري بره ليه؟ لو شافوك كان عايزك هيضربوكي بالجزمة بره يا كده. صوتي عالي، صوتي عالي، اسكتي. خلاص تسافرني بره 10 أيام. 10 أيام؟ ماشي يا كمال. و20,000 جنيه. غرامة عشان سفرتك. براحتي. براحتك يعني ايه؟ ماشي كمال، اعمل لك اللي أنت نفسك فيه. خلاص يا بيبي خد راحتك ولا كأني موجودة. أبوس إيدك يا كمال، اللي بره دي يهمني قوي عشان خاطري. ها؟ تكلميش خالص ماشي؟ انزلي بسوى السرير، بسوى السرير. انزلي 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 انزلي. ايوه كده كمالي، زي ما انت كده، زي ما انت كده. يا موتي بقى. بسوى السرير يا كمالي، بسوى السرير يا كمالي. يا بيتي كمالي. بسرعة بسرعة يا مرسو. ايوه يا هيرو، ما حصلش اي حاجة، ما بيحسش، جبلة. وانت ما مشيتيش ليه؟ ما زهقتيش من القعدة كده برضو يا أكمولة يا خاين؟ بقى كل ده وما تسألش فيا؟ كل ده وما سألش فيك ليه؟ ما لسه كنت معاكي قبل ما اخش الحمام يا جميل. مالك كده مش على بعضك يا أكمولة؟ لا أنا على بعضي يا جمولة. خايف من إيه؟ ما تخافش. ما خافش إزاي يا جميلة؟ انت قاعده قدامي وقاعده تعملي. لازم اخاف، لازم اخاف طبعا. ايه الانوثه اللي انت بتعمليه ده؟ ده تقليد اعمى. لا ده انت حالتك صعبه خالص. انا ماشيه. طب غوري استني هنا. جميله جميله ها طمنيني. امتياز طبعا. ملحق. يا نهار اسود، حتى اكمل طلع سكن دهنت والعمل يا جميله. مش عارفه. لا الحكايه كده ما يتسكتش عليها، احنا لازم نكلم منظمه الصحه العالميه تشوف لها حل في الرجاله اللي ما بيتعشروش دول. ابوكي جوه نايم بينهج، وانا طلع لي حب شباب يا جميله مش كده؟ والتاني ملحق. انا مش عارفه انت مالك ومال بابا. بقول لك ايه، الحاجات دي بتاعت كبار، سيبك انت دلوقتي. بصي سيبك من قصه الطاقه دي، اركنيها على جنب. مصانع الادويه ما سابتش حاجه الا لما حلتها. بصي احنا نتجه للخطه الثانيه، الاختبار الثاني. صح. ما هو حاجه بقى تشيل حاجه، مش معقوله كده هيسقط في كل الاختبارات. الغيره. ماما. هو انتي مش كنتي قلتي هتكلمي سمير؟ الله، ما انا كلمت سمير، وفي حد ما اهتمش بان انا كلمت سمير. وانا بصراحه يا ماما يعني فكرت ولقيت ان انت كان عندك حق. كان عندي حق في ايه؟ في ان احنا نخلي اكمل يعني غير. لما نكلم مين؟ لما نكلم سمير. يا بنتي اسمعي كلام هدى. هدى ما بتقولش الا الصح. الراجل لو اتعود انك حاجه مضمونه في ايده هيزبلك ويرميكي ويدور على واحده تانيه يلهس وراه. لازم تلوعيه، تجننيه، تشعوطيه، تحسسيه طول الوقت انك هتهفلتي منه، هتهربي منه، هتتجوزي غيره، وده اللي سمير هيعملهولك. صح يا ماما عندك حق، وانا هعمل كل اللي انت هتقولي عليه. طب ما تكلمي سمير تاني. الو. ايوه يا سمير، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله انا كويس. سمير ممكن تعدي عليا في المكتب النهارده؟ قولي له خالته بتسلم عليك. ماما بتسلم عليك. ماشي ماشي اوكي، مع السلامه. طب هسيبك انا بقى يا ماما. خلي بالك سمير غبي، فهميه كل حاجه وانتوا لسه على الاسانسير عشان ما يخش المكتب ويعكلك الدنيا. حاضر يا ماما. خلي بالك سمير ده غبي، بقولها للمره الثانيه، قولي له ان انت خطيبته مش مراته. حاضر. احسن يخش المكتب ويقول لك مخلفه منه 5 عيال. حاضر يا ماما. ويبوظ الموضوع اكتر ما هو يا صايص. حاضر يا ماما. ربنا يستر يا سمير، ده انا دخلتك 4 3 5 6 مواضيع قبل كده وبوظتهم لي برضه. البشرة الجافة، البشرة الجافة. بجد متشكرة قوي يا سمير انك جيت. فيها بنتي انت خطفتيني، خليتيني جيت للجري فجأة كده.
بص هو انا مش عايزاك تستغرب قوي اللي انا هطلبه منك ده. لا عادي، انت بنت خالتي يعني، اطلبي اي حاجه واعملها لك. ولا تحس ان انا بستغلك ولا حاجه؟ ولو بتستغليني يعني ايه المشكله؟ سمير انا بحب حلو، وهو بيحبك؟ مش عارفه. ازاي مش عارفه يعني؟ اصل هو غامض كده ومش واضح بصراحه، يعني اوقات بحس انه بيكذب اوقات بحس انه صادق. لعب يعني؟ حتى دي مش قادره اتاكد منها. طب انا ايه المطلوب مني دلوقتي؟ عايزاك تعمل بتحبني. طب ما انا فعلا بحبك. مش بهزر يا سمير، مش بهزر. ولا انا بهزر والله، انت بنت خالتي يعني اكيد بحبك زي اختي مثلا. لا انا عايزه اشوف لما يلاقي حد بيقرب مني وبيحبني هيعمل ايه. عايزاه يغير يعني؟ بالظبط، عايزاه يغير. عايز اعرف هو لوح تلج كده وجامد ولا متنحرر كده وحرك. هو لخم قوي كده؟ مش عارفه. فيها جميله وكل حاجه، مش عارفه مش عارفه، مفيش كده ابدا يعني. ما انا جايباك بقى عشان تساعدني ان انا اكتشف الموضوع ده. عايز اعرف بيحبني ولا بيحبنيش، بيغير عليا مش بيغير عليا. سهله وبسيطه يعني. انت مستعد؟ انا بتاعك من النهارده وملكك، من ايدك دي لايدك دي. متشكر قوي يا سمير بجد. يلا يا خير. هام 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 هام. ايه يا هام؟ ايه اتوفى عشان تاخدي بالك ان انا جيت؟ قلت لك احم احم واديتك فرصه. كحيت كحيتين اللي هو خدي بالك يا هاله، صاحب الشركه جه ولا مهتمه. ليه؟ عشان مهتمه بشفايفك اكتر من الشركه. ارحمي شفايفك يا هاله. كفايه روش بقى، كفايه خلاص. لو انت فيما فيه كفايه. ولازم تفهمي يا هاله، أنا مش فاتح شركة لأدوات التجميل، شركة ديكورات. في حد سأل عليا؟ لا. برضو؟ كده يبقى في مشكلة كبيرة يا هالة. أنا كل يوم محدش بيسأل عليا. باجي الشركة، أقعد في الشركة شوية، أمشي من الشركة. وكل الناس تقول لي نورت الشركة، اتفضل الشركة، أروح في البيت بقى، عملت إيه النهاردة في الشركة؟ ولا أي حاجة. هالة الناس ما بتسألش عليا عشان انت ما بتسأليش عليهم. اسألي يا هالة، قلت لك 100 مرة دي صلة رحم ما بين الشركات. المهم جميلة سألت عليا؟ لا ما سألتش عليك ولا هتسأل عليك. جرى لها حاجة؟ لا أصلها بصراحة كده جت ومعاها موز. أنا عمري ما شفت كده قبل كده. موز إيه؟ موز آخر حاجة. يعني إيه آخر حاجة؟ لا اكيد في بعده ان شاء الله. مصر ولاده يا هاله. وبعدين ازاي بقى؟ ازاي يخشوا شركتي بالسهوله دي؟ فين؟ في شركتي انا يا هاله؟ ودخلوا ازاي؟ ها؟ طبق لي 50 جنيه في ايدك وقال لك معلش تخليني شويه الشركه؟ انا عارف انا عارف انا عارف ان انت مش شايفه شغلك عشان مركزه في الاحمر وفي الالاينر وفي الحاجات الفاضيه اللي ملهاش معنى دي. بصي في المرايه حبيبتي، كملي كملي يا حلوه. بصي بقى لو لونا من الجنب اليمين ده، الله هتبقي تحفه قوي، تاخدي وشين كده. كلكم كذابات بتداروا ورا الكعب العالي والميك اب. انا اعرف شكلك على الحقيقه، شفتك شفتك مره وانت بتغسلي، شفتك. تعرفها يا هاله؟ مش هقول حاجه مش هقول حاجه. هو انت مش الشباب اللي بيتهزوا بسرعه؟ لا مش انا خالص الشاب اللي في خيالك، انا بتهزش. لا اتهزيت، وتهزيت بطريقه مستفزه جدا، صعبت عليا كنت هضحك، ضحكت ضحكه صغيره بس. على فكره بقى انا عملت الحركه دي في صحابي كلهم اللي في الجامعه، ولعبت بيها ناس كتير. بيتهيألك على فكره. احترم نفسك وما تعمليش كده وكانك مش فاهم بتكلم مين، احترم نفسك، احترم نفسك. ده انت العشم واخدك قوي، مين ده؟ مين ده؟ بصي لي هنا. انت بتكلم صاحب الشركه، عارف يعني ايه صاحب الشركه؟ انت مش عارف انت واقف فين وبكام. اوكي؟ والكلام مش معاك انت ولا معاكي انت، انا هتكلم في المطلق. اوكي؟ اوكي باشمهندسه جميله. نعم. انت بتتصرفي تصرفات غلط. اوكي؟ انا عايزك في كلمتين لو سمحتي. ايه؟ مش شايفني مش فاضيه؟ ايه؟ مش فاضيه؟ بتقولي مش فاضيه لمين؟ للي مشغلك عنده؟ انت خدامه يا جميله، خدامه، دي خدامه عندي. خش يا حبيبي خش. يعني مش قلت لك مش فاضيه؟ بترغي كتير ليه بقى؟ ما تحترم نفسك يا ولد. انت بتكلمني كده ليه؟ بقول لك الهيلمانه دي كلها بتاعتي، يعني اعمل اللي انا عايزه، انا ممكن اهزقها، انا ممكن اطردها، انا ممكن اهزقك، بس انا محترم، فانت تحترم نفسك. مين ده؟ ده سمير.
صديق الطفولة. سمير وصديق الطفولة؟ اه. وقدرت توفق بين الاثنين؟ قدرات بقى بعيد عنك. قدرات ايه بعيد عنك ايه؟ ما انا بكلمك في الجيم، بقول لك وزنك كام؟ انت تخرس هنا خالص، خالص، تقف خالص كده. وبعدين انا قلت كام مره يا باشمهندسه ممنوع منعا باتا اي حد يحضر الشركه من بره الشركه، وقلت 100 مره اي حد هيحضر من بره الشركه ههزقه الا سمير طبعا، يعني سمير جه خلاص، لكن لو جه تاني ههزقه بقى. ها؟ انا احترم نفسك، عيب احترم نفسك، عيب. خلاص انت ضيفي انا موافق مفيش مشكله، بس لو سمحت انا عايزك في كلمتين في الشغل دلوقتي. اوكي إذا كانوا في الشغل فتفضل وأنا جاي وراك. ورايا على طول ألف، تيجي ورايا على طول. أوكي؟ ماشي 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 يا جميلة. أوكي منور يا سارة. منورة جدا. أوكي منور والله. منورة يا حبيبي. أجيب لك حاجة حلوة؟ الله يخليها لك. بجد؟ والله الشركة فعلا فرحانة بوجودك، اتفضل اتفضل. إيه اللي أدانك بقى وقت براحتك، يعني إحنا خلاص بقينا أهل. أوكي ميرسي. عسل اتفضل يا مز المزز. انت ايه مالك اسم الله عليك، في ايه؟ اتخضيت ولا ايه؟ ماشي يا جميل ماشي. طب اعمل جريمه دلوقتي واقتلها؟ لا 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 ايه ده يا اكمل خالص، ايه ده وبعدين اقتلها؟ طب انا كده ما قتلتش بقى. نعم جرايه يا باشمهندسه، جايبه لي شباب الشركه؟ ده مش شباب، ده سمير. ايه الاسم ده؟ ولسه بيسموا سمير لحد دلوقتي؟ جايبه لي سمير الشركه؟ مين سمير ده اساسا؟ ده سمير صديق الطفولة. يا خسارة يا جميلة، كنت فاكرك من البنات المحترمة اللي مالهمش طفولة. ليه إن شاء الله؟ اتولدت كبيرة وبعدين أنت مالك؟ أنا مالي إيه، ده أكبر منك، طفولة إيه؟ يعني أنت كنت في إعدادية وهو كان في الجامعة؟ مالكش دعوة، أنت بتسأل بس وفي الشغل وخلاص، أوكي؟ ماشي، يبقى خلاص نخليها رسمي بقى يا جميلة، أنا هتعامل معاكي على إني صاحب شركة، حلو ده؟ آه أوكي. بنت جميلة، بنت جميلة؟ اه معلش يا صاحب شغل بقى مش محترم، اه مع شركتي بقى وراس مالي، فأنا أمر وأني عافي عليكي، أوكي؟ أنت بقى خلصتي شغل، صح؟ اه خلصت شغل. طيب أوكي، قاعدة ليه بقى مع صديق الطفولة؟ كده، كنت محتاجة جدا إن أنا أقعد مع صديق الطفولة. في شركتي هنا. أوكي، ما أنا فاتحها ذكريات هنا، كل موظف عايز يفتكر ذكرياته يجيب صديق الطفولة. لا يا جميلة فوقي، فوقي يا جميلة، دي شركة محترمة، ساعة ما فتحتها والشركة دي محترمة. طول يا جميلة كده، هو خش كمل قاعدة مع صاحب الطفولة، خش. الحمد لله يا رب، الحمد لله، شكله هينجح في الاختبار ده إن شاء الله إن شاء الله. ماشي يا جميلة، ماشي ماشي، هتروحي مني فين في الشركة؟ ماشي، ما هي مكاتب كلها مكاتب، وهنتقابل في مكاتب، هنتقابل في المكتب. والله نرسم لك كاريكاتير قذر معفن، مش قادر أرسم. استفزتني استفزتني جدا. هي ناقصه سياسه؟ مش ناقصه سياسه خالص ولا حوادث خالص اساسا، عايز حظك الاول. اه هو انت عدل بقى كده، انت جورنال بارد. احذر النساء من اولها كده، انت متابعني ولا ايه؟ فلا تجعل المرأة تأخذك إلى طريق مسدود. طب وليه تاخدني لطريق مسدود؟ ليه؟ ليه مسدود يا ولدي؟ ليه؟ هم كده يحبوا العطل والله. كمل يا عم العراف. حيث أنها تحاول دائما أن تثير فيك نزعة الغيرة، تثير فيك نزعة الغيرة. تثير لو جت بعد النزعة يبقى الغيرة مضاف، مش مفهومة دي. مش مفهومة. حتى تحطم أعصابك وتستفز قواك حتى تسيطر عليك سيطرة كاملة. صح، الله برافو عليك، كن دائما هادئا صلبا، لا تتحرك. ازاي يعني؟ امشي كده مثلا؟ لا، في كلام مش منطقي. لا تبدو أي رد فعل مهما كان الأمر أمامك، فهي تحاول أن تثير غيرتك ببعض الأفعال، ولكن يجب عليك أن تثبت لها أنك أقوى من كل المثيرات الخارجية حتى لا تتخذها نقطة ضعف عليك. فإذا كان إيه ده؟ إذا كان إيه؟ كل ده حظ اليوم؟ ده حظ في أسبوع. أنت عرف كذاب قوي، كل حاجة بقت كذب. بس بقى بس بقى إيه؟ يعني أنا غلطان إن بقرا فيك؟ مفيش حد بيعمل أي حاجة كويسة في الشركة دي.
حياة أمك يا جميلة على نحاسيبك. أستاذ حسين؟ إيه أستاذ حسين؟ إيه أستاذ حسين؟ أنت خلاص أنت بقيتي راغد وأنا ساحس وزدنا في دقيقنا ودقيقنا بزدنا كده خلاص يعني بقت تمام؟ الله مش هنا. أنا مش هنا إزاي؟ أنا اعتبري إني أنا المريض النفسي بتاعك وأنت دكتورة نفسية، يعني أنت اللي بتعالجيني وعشان تفكيني كده فكي فكي. بس الكلام ده برضو مش هنا، في العيادة. العيادة ما هو أصل الشازلونج برضو يعني نروح مش مهم الشازلونج، يعني نشوف أي شازلونج كده نمدد عليه ونفك مع بعض. بس أنا رحمة بتثق فيا. طب ما هو برضو رحمة بتثق فيا أنا كمان. وبعدين هو أي حد يعرف واحدة على مراته مثلا أو كده بتعرف عليها أو عايز يفك معاها كلمتين يبقى في عدم ثقة ولا إيه؟ دي تبقى خيانة. خيانة إيه؟ هو أنت سارقة السشوار بتاعها ومفيش الكلام ده، إحنا مع بعضنا. بس أنا ما بحبش أعمل حاجة تقلب ضميري. وإيه اللي يخلي ضميرك ياخد فكرة عن الموضوع ده؟ يعني اعتبر الضمير مش موجود، احنا كلنا ضميرنا احيانا بتبقى مش يعني مش موجوده في الموضوع. طب انا هحلها لك. احليها. احنا ممكن نتجوز. اومال امتى؟ دلوقتي حالا. فك فك شعر عشان هنتجوز خير البر العالي لنا. وانا هادي وعد الله هادي والله هادي والله ثلاثة بالله العظيم هادي. بجد يا سمير متشكرة جدا ان انت جيت. لو احتجتيني في اي حاجة جميلة انا موجود. ربنا يخليك نوش. هستناك بالليل على العشاء يا بيبي. اكيد طبعا يا جميل. سلمي على بيبي. بيبي وعلى العشاء عزمان. ويا ترى بقى تعشي البيبي رضعة أطفال؟ دمك مش خفيف خالص على فكرة. على فكرة خفيف وعجباني. ياد العسل اللي أنت فيه ده. مش معقول، وبعدين أوه هنتعشى، وعشى فاخر قوي كمان. فاخر الله يرحم يا باشمهندسة، ده أنا اللي لميتك من الشارع وعملتك بني آدمة، أنا اللي بديها مرتب اللي واقفة قدامك دي. أسمع الصمت بقى. معلش إيه ده الولد ده؟ أنا سعيد أنا شفتك النهاردة و طب ما تقول لها أنا ممنون بقى ونهارك سعيد. انا حاسس ان انا شفت ده في فيلم ابيض واسود اسمه اشوفه رجلا. مفيش فيلم اسمه اشوفه رجلا. يعني في حد اسمه سمير؟ لا في حد اسمه اكمل. اكمل ده على فكره من الاحجار الكريمه والمرجان والليالي. ده قلم رصاص، ده قلم رصاص. ماشي يا جميله، ماشي ماشي، تخليني اشرب قلم رصاص وكحه كمان منه. ماشي. بتحاربينا نفسيا؟ بتحاربي اكمل نفسيا؟ لا يا جميله، لا افهم يا جميله، افهم انك انت بتتعاملي مع اكمل. اكمل اللي يحارب بنات نفسيا ودمرهم نفسيا. لولو بقى ومش هقول لك انا الكلام ده. بس انا مستفزه وما باين علينا متغاص، يعني نجحت جميله، نجحت في انها تستفزني. ماشي. سكرتيرة هالة تجيلي فورا حالا بالا. حي ابو الفسد حالا. برافو. امال انا شغلتك ليه؟ برافو قوي يا هالة على السرعة التحفة دي. سرعة ايه؟ انت ازاي يا هالة بتيجي من مكتبك لحد هنا بالسرعة الفائقة دي؟ ده شغلي حضرتك. شغلك ايه يا كذابة؟ ولا انت بتتجسسي عليا؟ هتجسس عليك ليه وعلى ايه؟ صحيح. سكرتيرة هالة، هو الباش مهندسة جميلة في مكتبها؟ اها. ولا في مكتبها؟ ولا انت ايه؟ تديني اختيارات؟ ايوه. انا مش شغال عندي ايه؟ اهواجي؟ ايه ايوه. ما تظبطي كده، اظبطي بدل ما اظبطك. قمر والله زي القمر. ميرسي يا سكرتيرة هلا. أنا متشكر جدا وحاسس جدا في اللي انت بتقوليه، لكن ده مش معناه ان اللي في دماغك يحصل، ولو حصل مش هيحصل هنا في الشركة، لان ده مكان اكل عيش يا هلا. هو ايه ده اللي في دماغي ودماغك؟ انا مش قصدي عليك انت اصلا. امال قصدك على مين يا هلا؟ اللي عند انسة جميلة. بقولك ايه، هو يقرب لها ايه؟ مش عارف يا هلا، مش عارف يقرب لها ايه، ده عيل كبت وغلس جدا.
بعدين انت مالك انت يا بردة يا اجنح منه واغلس منه؟ انت مالك بتخششك انت في الناس؟ انت هنا وظيفتك ايه؟ وظيفتك ايه يا حبيبتي؟ سكرتيرة هالة فقط. لا مقصودش يعني، اصل بصراحة كده طول بعرض بعضلات حاجة كده تفتح النفس. بس يعني قصدي انت احسن بكتير. صحيح، هيجي فيا ايه؟ هيجي فيا ايه يعني؟ صحيح. بعدين يعني هلا على فكره يعني الراجل مش بعد طوله وعرضه يعني، ان انتوا تفكيركم سطحي على فكره، بجد بجد هلا انتوا تفكيركم سطحي، بتشوفوا الرجاله من بره قوي، خشوا جوه الراجل شوفوا فيه ايه، شوفوا الاحساس عند الراجل ده عامل ازاي والاحساس عند الراجل ده عامل ازاي. في ناس متبلده، وبعدين لو عضلات عضلات ماشي، عضلات بعضلات يخش لي عضلات يا جميله هلا، يخش لي عضلات عادي على فكره يعني. وبعدين انا اصحابي كلهم بيقولوا عليا اكمل، انت عضلاتك متقسمه قوي على فكره، انا خدت العضلات المتقسمه 4 مرات في الجامعه. انت مش اخده بالك عشان انا قاعد، هقف انا اوريكي. بصي طبعا ما هو باين. لا على فكره القميص مداري. اكيد طبعا باين. لا لا طبعا. طب لا انت شوف عضلاتك. لا طبعا، ولا انا ولا انت. طب ما تشوف لنا حد يشوف عضلاته دلوقتي، ولا نعمل ايه؟ انا واقف كده ليه طيب؟ معرفش اتشنكت فجأة. ايه ده؟ ايه ده؟ انت ازاي قاعدة وصاحب الشركة واقف؟ قومي اقفي فازي، قومي اقفي، قومي اقفي. انا باين ان انا مهزوزة. ما تكلميش صاحب الشركة كده بالشكل ده. انا هقول لك الكلام تنفذيه. اوعي تنسي ان انت سكرتيرة. سكرتيرة يا سكرتيرة. يلا يا سكرتيرة. يلا اطلعي بره يا سكرتيرة. انا عارفة ان انا سكرتيرة، وانا كنت قلت لحضرتك ان انا صاحبة الشركة. امشي بقى انت لما اديك على وشك يا كلبة. البنت بتتحدى يعني الكلبه اللي قلت الادب. انا شخصيتي بتتعز في الشركه. طب عليك يا جميله. لو سال علي مستر اكمل انا في الفيلا. اوكي. صباح الخير يا هالة. صباح الخير يا فندم. حد سأل عليا؟ لا خالص. طب أجمل وصل؟ موجود حضرتك جوه من بدري. طب متشكرة أوي. لا عفوا. الله حسين حبيبي مالك؟ معكيش حاجة للحموضة بسرعة. حموضة إيه وماسك رجليك ليه؟ ما عندي شد حضرتي اتعملت رمب الحديد على الحموضة. طب أجيب لك دكتور يا حبيبي؟ بسرعة يا حبيبتي بسرعة. طب استنى هكلمه دلوقتي. لا تعالي في البيت نجيب الدكتور. لا بس أنا لازم أكلم أكمل. أكمل في البيت برضه، تعالي. أكمل هنا مش في البيت. لازم نروح بسرعة عشان ممكن أقع منك دلوقتي حالا. من اللي قال 200؟ من الظالم اللي قال 200؟ بس هنا سمير بيجيب كام؟ سمير بيجيب كام ضغط؟ بيجيب 200 ازاي؟ بيجيب 200 ازاي؟ 1 2 ما بعدش ما بعدش ما بعدش مش عارف اجيب 3. 200 سمير بيجيب 200. 1 2 تلاتة ايه؟ تلاتة ايه؟ تلاتة ايه؟ ابوك يتجوز عليا يا جميلة. معقول يا ماما ممكن بيقول كده وخلاص؟ لا مش خلاص، اتجوز فعلا. دي حاجة ما تستخباش على فكرة، حاجة مش عيب. وعارفة اتجوز مين؟ هيروشيما. انا يتجوز عليا هذا الوزن؟ يرضيكي؟ انا يعمل معايا كده؟ هيروشيما؟ لا والادهى، الادهى ان هو اتجوز هيروشيما مش ناجازاكي، والادهى انه بقاله في الاوضه دلوقتي 2 3 مش عايز يطلع. الا هو يا ماما يكون حصل له حاجه. يا رب يحصل له حاجه يا شيخه، يا رب يموت ويبقى ما بيشوفش ويتعمي، ويا رب يتكسح. يا ماما حرام عليك يا ماما. لا مش حرام، حرمت عليه عيشته. ليه يا ربنا؟ يا انا غلطان ان انا اديت له الثقه. عارفه ياما كنت بسيب له شوله البصل بالساعات والساعات وانا واثقه فيه ان هو فعلا بيقشر بصل بالساعات من غير ما اراقبه. انا غلطان ما حطيتش كاميرات مراقبه في المطبخ، بالاخص المكان ده اللي بيقعد فيه تلتين وقته.
يا ما سبته يفصصته، الله اعلم كان بيفصص ايه وما بيفصصش ايه، واحنا بناكل وخلاص، بناكل ما بنسالش. يا خساره الثقه اللي انا حطيتها فيه. صح، كاميرات مراقبه عشان تعرفي عنه كل حاجه. الست زي المركب لو ليها ريسين تغرق، لكن الراجل زي الميكروباص ما يطلعش الا لما يحمل. شوفي مين على الباب واتركيني لاحزاني، ما تفتحيش عليا بابي، سيبيني مع نفسي، سيبيني مع نفسي. جميل يا معادي، بالظبط طول عمرك موعدة مظبوطه. عامل ايه؟ كويس الحمد لله تمام. كنت عايز اقول لك على حاجه. قول. ثانيه واحده، ده اكمل. ازيك يا جميله؟ ازيكم جميعا؟ انت هنا ليه؟ انت ليه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش تقولي عشان كنت اعمل حسابي ان عندكم ظروف. ازيك يا، استنى كده، بهير شهير، استنى ما تقولش، لا قول كده، استنى. سمير يا حبيبي، سمير يعني حاجه في الفيلم. يعني في الفيلم نفسه سمير اللي كان بيعمله احمد فهمي. نقدر نقول ازيك يا احمد فهمي، عامل ايه يا احمد فهمي؟ جاب فيلم كلب بلدي بجد تحفه جدا، فعلا كنت كلب بلدي قوي. دمك خفيف ما شاء الله، دمه خفيف جدا، عسل. اه لا وبيتقل مع الوقت، يعني ممكن يبقى خفيف نسب يعني حسب الظروف. منور يا، اسمك كان ايه معلش؟ والله اسمي لسه ما اخترتوش، يعني بفكر ما بين السكر بزياده والحلويات. الواد ده اهو حلويات. حلو لايق عليك قوي الحلويات. الواد ده اهو. تعالى يا سمير، عايز اقول لك على حاجه. اه تعالى يا سمير عشان هتقول لك على حاجه. اقعد اسم. ازيك يا سمير؟ اه اتفضل. يا سمير اتفضل، اتفضل يا سمير. لا بجد سمير ده فعلا يعني سمير جدا، بسم الله ما شاء الله. انت اخد بنج ولا دي عضلات حقيقيه؟ دي حاجات لما تكبر هبقول لك عليها. ايه ليه يعني؟ ليه؟ على فكره انا كبير وينفع افهم دلوقتي. ده جيم يا حبيبي، جيم. على فكره انا كنت شاكك انه جيم يا حبيبي، جيم، لان انا ليا في الجيم وكل صلاه الجيم اسال عليا. منور يا سمير، انا مبسوطه قوي 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 ان انت جيت. بجد يا جميله؟ انت فرحانه ان انا جيت؟ طبعا. هي اللي فرحانه، بتبص لي ليه؟ انا عمري ما هفرح في موقف مقرف زي ده، ايه القرف ده؟ فاكر يا سمير واحنا صغيرين؟ ها فاكر احلى ذكريات كانت معاكي اصلا والله. طبعا فاكر لما كنا بنلعب انا وانت استغماية واستخبينا انا وانت في الدولاب. يا بنت ايام عمرها ما تتنسي اصلا. لا لازم تتنسي يا سمير، على فكره لازم تتنسي، يعني انتوا بتلعبوا في الدولاب، ايه الذكرى في كده؟ ذكرى رخيصه جدا على فكره. طب فاكر انا وانت لما كنا بنلعب عسكر وحراميه؟ ها فاكر لما استخبينا انا وانت تحت السرير؟ لا يا دي مش قادر انساها، كل يوم بفتكرها. انا كده النهار. لا مش حلوه الذكريات دي. ايه اللي تلعبوا عسكر وحراميه تحت السرير؟ على فكره بقى انا كنت بلعب انا وصحباتي البنات كلهم عسكر وحراميه وفوق السرير. طب احنا مالنا؟ انت حد سالك يعني؟ لا معلش انا ما يعني بقى انا برضو بقول ذكرياتي، وبعدين انا عايز افهم بقى ذكرياتي اللي انتوا بتتكلموا عليها، يعني ايه؟ شكلكم بتحوروا كده عليا. ذكريات تحت السرير دي فاكرها لما انا وانت كنا بنلعب تحت ورحت اديتيني بالقلم على وشي؟ طبعا فاكره. اديتك بالقلم وفرحان يا سمير؟ لا ولد وبنت تحت السرير والبنت ضربته بالقلم، اكيد في حاجه. ما علينا ما علينا. اكيد اكيد عملت حاجه غلط. ها عملت شقي؟ انت عملت ايه؟ عملت ايه تحت السرير؟ عملت ايه؟ في ايه يا سمير؟ في ايه؟ على فكره بقى الذكريات اللي انت بتقولها دي مش ذكريات، يعني ايه ذكريات طفوله بتلعبوا استغماية؟ لا علي تمام ما تركزيش. لا وفكرنا كنا احنا عيال صغيره، ما يعرفش ان احنا كنا في الجامعه. كنا في الجامعه يا ابني اساسا. والله العظيم بتلعبوا استغماية في الجامعه؟ عادي جدا، وايه المشكله هنا؟ لا المشكله في الحرم الجامعي، ازاي تلعبوا في الحرم الجامعي؟ ده حرام اساسا، ايه الاستغماية في كده يعني في الجامعه؟ انت عمال تحرق كتير قوي، مفيش هنا موسيقى او حاجه؟ طبعا في، تحب تسمع ايه؟ اي حاجه عيوتي منك حلوه، شغل لنا اي حاجه كده بدل. انا ممكن اقترح، ممكن اقترح تيجي نسمع اغنيه في الدولاب تحت السرير انا وسمير؟ ما حدش طلب رايك خالص برضه على فكره. مش عارف، حاسس انها هتبقى حلوه قوي. لا لا خليها لنفسك اسمعها. شغلنا اي حاجه. يلا يلا يا سمير ارقص بقى يا معلم. على فكره كده بترقصوا رقص عشوائي جوه الدولاب تحت السرير. خليك في حالك بقى. خليك في حالك؟ ماشي. الفستان ده بقى جميله ايه؟ من ايام الطفوله برضه؟ اه ريحه
رجلي رجلي. قلبي في ايه بس؟ رجلي رجلي وجعني قوي ياسمين. مش قادره مش قادره. ممكن توديني الاوضه؟ يا رب انا وانتي لا. يلا سلام. انتوا الاثنين في داهيه. عينك دي على فكره. الف سلام عليكي يا حبيبتي. الف سلام عليكي. ده مقوس يا جميله مقوس. الف سلام عليكي يا بيبي. جميلة اعتقد انا قلت لك بدل المرة الف ان انا بحبك، بس مش عارف بقى انت مخك تخين بتستغبي، في حاجة في مخك مش فاهمك والله. حيوان يا ابني انت. حيوان؟ بقى انا بقولك بحبك تقولي لي حيوان؟ فيها جميلة مالك؟ ما تتحرك يا بني ادم. ما انا اتحركت كتير جدا، انا جسمي نمل من كتر التحريك يا جميلة، بس انت ما فيش منك امل. مش معقول انت انسان برد قوي على فكرة. ما تحترمي نفسك بقى يا جميلة. في ايه؟ انا ربي شكلي بحبه ولا ايه؟ بحبه وانا بموت في امك اقسم بالله. بس مش فاهمك يا جميله، مش حاسه بيا خالص. مفيش خالص. في ايه يا سمير؟ في ايه يا جميله؟ في ايه انت؟ اوبشن ده مش عندك بتاع الاحساس ده خالص. احساس مين فين؟ مين وفين؟ انت مش معايا اصلا. ما شاء الله. طيب يا جميله. طيب ماشي يا جميله. حلوه والكلام ده. ماشي يا جميله. ماشي. على فكرة دي حركات قديمة قوي وسخيفة سخوفة كمان، بس جابت نتيجة. جابت نتيجة لأن أنا متغاظ جدا. يا مستفزة يا مستفزة يا جميلة. ماشي ماشي. بتعملي كده عشان أغير عليكي وتوقعيني في الفخ. لا ده بعدك يا جميلة، عشان تتحكمي فيا وتنفذي الكلام بتاع الجورنال الصبح. ده بعدك أنت والعراف. إيه ده يا أكنة؟ إيه ده؟ ايه ده يا اجمل؟ خلاص ايه ده؟ ايه ده؟ هتهدى ولا امشي؟ ما انت شايف بتستفزني ازاي؟ ولو يا اخي ولو. فين اجمل اللي كان بيخمس بالبنات كده في الجامعه؟ فين اللي كان بيتعامل مع الحريم بالسلانسين؟ عندك حق، بس انا اعمل ايه؟ يبقى تسمعني بقى، اسمعني. خد نفس عميق وتركز. أنا مش عارف أقول لك إيه. عيب. ده أنت أكمل على اسمي. عايز حاجة عسل؟ لا لا لا، أنت خلاص كده سمير؟ أتوكل بقى. طيب خلاص، بجد الفترة اللي قضيتها معاك يعني بجد ممسوحة من تاريخ حياتي. بجد يعني فرصة سعيدة جدا، يا ريت ما تتكررش. أكيد مش هتتكرر، أنا أتمنى ما تتكررش، عشان لو اتكررت هيحصل رد فعل مش هيعجبك. ربنا يخليك، ميرسي جدا، بجد يعني فرصة ملهاش معنى. خالص. تخيل ان انا والله انا مش بجامل، ده كره من القلب. نفس اللي في القلب والله. بجد والله العظيم. يلا خلاص بقى، عشان انت بتلغي كتير. خدت بالك؟ طب يلا. ميرسي جدا. سلام يا سك. صحه حلوه الدنيا سكر. لذيذه. طب ما تقعد شويه تضايقنا شويه. لا 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 خلاص. قدامي هتخنق بس لحظتين. ربنا يخليك. يلا سلام. ميرسي جدا. سلام. سمج قوي، سمج سمج. ماشي. بقى انت 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 هتعمل فينا كده؟ انت جوز الاثنين. ماما 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 ليه فاكر نفسك في الحضانه ماما وبابا؟ خير خير. انسى الخير، انسى الراحه، طلعها من دماغك خلاص. انت من هنا ورايح اشغال شقه في الشقه. لا يا عينيا وانت الصادق، ده انت خلاص اتحكم عليك بالاعدام البطيء. بقى انت تتجوز عليا انا؟ بقى انت تضحك عليا انا؟ بقى انت تستغفرني انا؟ بقى انت تقرطصني انا؟ هيروشيما. ايه يا روح هيروشيما؟ عامل ايه؟ دبدبي فوق منه دبدبي. يلا حبيبتي اعملوا لك ستيكر على ايه ده؟ هيروشيما عليا ولا ايه؟ هيروشيما نطش عليه. ستيكر. القمر برا. قمر؟ قمر مين؟ سمير. قولي له يتفضل. كنت عايزة أسألك سؤال. اتفضلي. هو انت مش كنتي بتقولي ان خلاص عايزة تتجوزي اكمل؟ انت عايزة توصلي لايه؟ يعني لو انت مترجطة اكمل خلاص سيبي لنا سمير يا اختي على
على جماله وشقوته. شقوته؟ شقوته ايه؟ هو لحق يتشقى؟ انت لسه جاي. بقول لك ايه؟ انت متأكدة انه مش مخلط؟ مخلط؟ مخلط ايه يا بنتي؟ هو كلب؟ ما تحسني ملفظك. كلب؟ كلب ده ايه؟ ده أسد، ده فهد، ده غزال شارد في الصحراء الغربية. يا لهوي على جماله، ده أكيد في عرق أمريكاني ولا فرنساوي ولا روماني، حاجة كده مضروبة في خلاط حلاوة. هو بصراحة الواد ما يكسبش، بس ده متجوز. فصل هو ومراته بقالهم سنتين، مستحيل يرجعوا لبعض. خراب يا جميلة، انتي بتعملي ايه بس؟ ما انتي بتحبي اكمل دايما بتحبهوش. روحي حياتي، كل سنة وانتي طيبة. ايه ده؟ تصدق ان نفسي كنت ناسية؟ اقعد اقعد اتفضل. بس انا عمري ما نسيت. فكري كده تلاقي ان كل سنة انا اول واحد بيقول لك كل سنة وانتي طيبة. أنا قلت أجيب لك الشاي بنفسي، تأمرني بحاجة تانية؟ لا ميرسي، ربنا يخليك. هالة اطلع بره وما تدخليش حد علينا، وأنا لما أحتاج لك هندهلك. يا بختك، ليكي حق. طب بالنسبة للشاي؟ آه بالهنا والشفاء. تسلمين، ربنا يخليك. بألف هنا. يا سكرتيرة هالة، انتي بتتمشي في الشركة ولا ايه؟ فاتح منتجع سياحي انا؟ ومش عارفة تمشي كمان. ليه يا هالة؟ لأن مش ده طولك الحقيقي، أنا شايف الكعب، شايفه من تحت البنطلون، ها؟ كعب كوباية ووحش جدا مش لايق عليكي. قلت لك يا هالة لازم تركزي في القنطرة. مالها القنطرة؟ أي سكرتيرة ناجحة تستخدم قنطرة، كاوتش، كونفرساية، الحاجات دي. المهم، ايه ده؟ انتي رايحة ماتش الاتحاد؟ كير 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 ايه ده؟ ما تكلميش صاحب الشركة كده. ايه ده؟ سكرتيرة جميلة جوه؟ باش مهندسة جميلة حضرتك. باش مهندسة بالنسبة لك انتي. انتوا كلكم سكرتيرات عندي انا هنا، انا ما بفرقش ما بين موظفين. المهم انها جوه، جوه وخلاص. بس حضرتك ثانية واحدة بس بعد اذنك. ايه الجرأة دي؟ انتي مبرشينة بت؟ مبرشينة وتمسكي صاحب الشركة بالشكل ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ لا مفيش، هي جوه بس قالت لي مش عايزه اي حد يدخل لها. اي حد؟ صاحب الشركه بقى اي حد؟ سامحها يا رب، مش فاهم حاجه. دي فيها رفض، دي فيها رفض يا سكرتيره هالة. معاها مين يعني؟ اصل بصراحه كده عندها ضيف وده حقها. عندها ضيف وده حقها؟ دي جمله كامله؟ مش فاهمها. اه عندها ضيف جوه وانتي شايفه ان ده حقها، ده رد فعلك انتي. اوكي، ويا ترى مين اللي عندها هالة؟ سمير. سمير؟ نفس السمير؟ هي ليه مصره على السمير ده يا هالة؟ طب اعمل ايه؟ اخش اجيبها من شعرها من جوه؟ اجرجرها؟ اعمل فضيحه في المكتب اللي هو شركتي انا؟ طب اعمل ايه؟ اخش اقوم جاي مديله واحده كده في وشه على طول؟ هيقولوا عليا مجنون. اخش انا بقى في مكتبي واقعد عادي وهم ياخدوا عادتهم ويطلعوا، ابقى انا بقى صاحب شركه اللي هم اصحاب الشركات دول. لا يا هالة، لا يا هالة، مش عارف اتصرف. طب اعمل ايه؟ هالة ممكن تساعديني؟ اساعدك في ايه؟ شوف يا هالة، انا عايز الولد اللي جوه ده اول ما يطلع تعمير حقاره جدا. بص له من فوق لتحت، بعد كده من تحت لفوق. انا عايزه يحتار في عينيه جراحين، فيتزاول هو يبقى واقف مش عارف يقف على بعضه، ماشي؟ وفجاه اول ما تكلمني يقول له انت يا، على انك ايه ناسي اسمه، فيقول لك سمير. قولي له سمير، هو في حد بيسمي الاسم ده؟ وتحكي ضحكه بخلاعه اللي هي ايه بتستهزئي بيها. سوري انا اسفه مش قصدي. قولي كده سوري انا اسفه مش قصدي. سوري انا اسفه مش قصدي. ايوه اكتر شويه، اتكي على مش قصدي دي اكتر شويه، ماشي؟ انا عايزه يتبرجل يخش لي ما يبقاش فاهم حاجه، ماشي يا هالة؟ ماشي. هالة بجد انا مش عارفه اشكرك ازاي، فعلا فعلا ونعمه السكرتيره اللي ونعمه صاحب الشركه ونعمه الاتفاق اللي اتفقنا عليه نفسي يتحقق بجد، مش عارفه اشكرك ازاي بجد. هالة انت
انت سكرتيرتي انا يا هيلا بجد؟ ايه ده انت بتعمل ايه؟ في ايه؟ ايه يا هيلا عادي، دي بوست صاحب شركه لسكرتيرته. هم اصحاب الشركات بيبوسوا السكرتيرات بتاعتهم؟ اقري عقدك يا هانم، اقري اقري، شوفي فيه بوس وايه كمان. جميله، بقول لك ايه، ما تيجي نخرج النهارده؟ ايه؟ هشوف كده هفكر. انت مرتبطه بحاجه ولا ايه؟ لا خالص. هو انا زي ما خدتش بالي منه من زمان، بس انا فعلا كنت ابتديت احب اكمل، بس ازاي احب اكمل وانا عقلي راح ولو لثانيه واحده لسمير؟ لا لا، في حاجه غلط. بس يا ستي، ولقيت فجاه قلت ان مفيش حد قال لي كل سنه وانت طيبه، وان انا اول واحد يقولها لك، ونزلت جبت لك الشوكولاته اللي بتحبيها. ميرسي. انت ايه رايك نعمل احتفال صغنون ممكن عندكم في البيت النهارده؟ ماشي ماشي. في حاجة ولا ايه؟ في جميلة، انت عارفة ان انا سايب مراتي بقالي فترة، كنت عايز اقولك ان انا فرحت جدا لما انت كلمتيني وحاسة ان احنا نقرب من بعض جدا الفترة الجاية. فعلا اسد. استاذ سمير. استاذ اكمل كان عايز حضرتك. أنا؟ ايوه عايزك انت. هو انت في حد يقدر ما يعوزكش؟ تسلمي لي يا رب. في مكتبه بقى؟ مكتبه؟ هنا. شكرا. العفو. ماشي يا جميل، ماشي يا جميل. سمير؟ سمير؟ ايه الاسم ده؟ الاسم ده؟ طب اختاري اسم حديث، اختاري لولو مومو والحاجات اللي اتغزل دي. لما سمير انا اتغاز من سمير ده، سمير ده حيوان وكلب، كلب وحيوان وواطي، لو شفته هدمره. سمير ده انا؟ انت ايه يعني؟ واي حد بيهزقك يعني عشان اخد على التهزيق؟ مين سمير ده؟ سمير ده سمير كمونه، سمير كمونه لما ضيع الكره بتاعت الاسماعيلي، وقريب قوي من الجون على فكره. شوف من 10 سنين، بس انا مش ناسي الموقف ده. سمير كمونه؟ سمير كمونه. السكرتيره بره قالت لي انك عايزني، اؤمر. انا قلت لها عايز سمير كمونه، مش عايزك انت. كمونه امشي يعني؟ انا قلت لها ان انا عايزك صح، بس عشان ايه بقى؟ ده اللي احنا هنفكر فيه سوا دلوقتي. طب امشي. لا لا استنى بس، تمشي ليه؟ تمشي ليه؟ اتفضل اتفضل. استنى هنا، رايح فين؟ اقف مكانك. انت هتقعد قدام صاحب الشركه؟ تجنيت ولا ايه؟ بالراحة يا حبيبي، بالراحة. بالراحة، اسمها بالراحة يا سمرة، بالراحة. انت تقف هنا، اقف كده. شوف يا سمرة، خلينا نتكلم راجل لراجل او سمير لعجبل، اختار حاجة فيهم الاتنين. الاتنين واحد، ما علينا. الساعة وقلة الأدب مفيش أسهل منها، لأن أنا برمجي قوي وعيل قليل أدب قوي وعملت مشاكل كتير مع كل الناس على فكرة. لكن الغلط ليه؟ ليه يا سمرة؟ ليه تضطرني لاني اغلط غلط انا مش حاسبه؟ لما تاخد واحدة في وشك كده بالعرض، جرينا بيك على المستشفى وعملنا لك 11 غرزة، ده بالميت. ها 11 هنا بس، 120 من تحت هنا، هتستفيد ايه يا سمرة؟ انا هستفيد ايه؟ وشك هيستفيد ايه؟ جيب معايا من ناحية كده. ايه نواياك تجاه جميلة؟ نوايا؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني ايه؟ ده انا عامل المجهود ده كله عشان اوصل للجمله دي. نواياك النيه الداخليه تجاه جميله الخارجيه دي. انت تهرب من جميله؟ انا صاحب الشركه اللي هي شغاله فيها عندي انا، وانا ابن خالتها. يعني ليه الحق اكلمها في اي وقت واشوفها في اي وقت؟ انت هتبوسني ولا ايه؟ في ايه يا سمره؟ لا ارجع كده واهدى، ارجع كده يا سمره، ارجع كده. على فكرة بقى، أنت لازم تفهم حاجة مهمة جدا. لازم تفهم إن أنا صاحب الشركة دي وجميلة شغالة عندي، يعني أنا ممكن أقول لجميلة دي أي كلمة في أي وقت، ممكن أهزقها. هترضى على بنت خالتك تتهزق؟ ههزقها أنا، وممكن أرفدها نهائي كمان. يعني أنت عايز إيه دلوقتي؟ عايز أعرف إيه علاقتكم ببعض أنتوا الاتنين. قلت لك خارج عنك، يا عم مش هجاوبك. يبقى أنت هتمنع شفايفك ولا إيه؟ في يا سمرة؟ يا سمرة في إيه مالك؟ في ماكتين شان قوي كده؟ إيه مالك، إحنا بنتكلم ولا بتتمرن؟ نتكلم عادي. في ايه يا سمرة؟ مفيش حاجة يا سمرة. ايه في ايه مالك؟ لا دي هزار عادي. في انت فاكرها بجد دي؟ لا دي هزار، انا بعمل لصحابي. طب اهو بص ايه. عادي يا سمرة، فك بقى. ايه يا سمرة مالك تنشن قوي ليه كده؟ اخلص. طيب طب ما انا هخلص اهو، سيبني براحتي. انت ايه، بتتمرن ولا بتتكلم معايا؟
الجيم حاجه والمكتب حاجه هنا اوكي. بص يا سمحه، انا هديك فرصه كبيره قوي، انا هخليك صاحب يا معلم. عمرنا ما هنبقى اصحاب، تخيل. انت عندك صاحب عنده شركه؟ ما عندكش. انت انا بديك فرصه كبيره. ماشي يا سمره، ماشي يا سمره، انت كده عايزها تمشي بقى ايه؟ عنف بعنف. شوف يا عم الستايل من الاخر كده، جميله دي مالكش دعوه بيها نهائي خالص، بدل ما اوريك الشمس في عز الدار، وهوريك النجوم في عز البرد، وهوريك الحر في عز الجو. شايف اي حاجه هوريها لك في عز اي حاجه. انا ممكن اشقي لك احساسك على فكره. خلص الكلام. هقول لك انا فكره. لا ما خلاص، انا قلت خلص الكلام، مش حاجه بعديها خلاص. طب هقول لك فكره غير الاولانيه. بعد يعني افتح الكلام من الاول وتقول دي واخلص الكلام. اوكي ماشي. اوكي اتفضل. هنسيبها هي اللي تختار، يا تختارني انا يا تختارك انت. ايه؟ شوف شفت خليتني اعمل حاجات حريمي شبهك وشبه كلامك. انت عايز تفتح قوسين وتحطني انا وانت مما بين القوسين؟ اوكي اوكي، وانا قبلت التحدي. لما نشوف بقى السمنه الفلاحي ولا السمنه البلدي؟ سمنه فلاحي وسمنه بلدي، من الاثنين واحد على فكره. ايه ده انت عارف؟ اه بس تختلف في الطعم. اه يبقى التحدي ده بتاعنا. لا بتاعنا. طب انت بتعمل زي ليه؟ طب انا متعصب وعملت كده. عشان انا متعصب برضه. اه بتعصب بنفس طريقتي؟ اه. كذب قوي يا سمير وواضح قوي. انا عصبي جدا على فكره. على فكره انا عصبي اكتر منك. اقعد على مكتبك بقى يلا. اقعد على مكتبك، مش عايز اقعد على مكتبك يا سمره. روح دلوقتي. وقتك خلص خلاص. روح دلوقتي طيب، روح يا سمره. ماشي. روح. مستفزني يا عم. ماشي يا سميرة، ماشي يا جميلة، ماشي ماشي يا سميرة. بونجور. صباح الخير. بقول لك ايه؟ قولي لابوك يطلقني من سكت حصل له. في ايه بس؟ في ايه؟ يا اختي يا اختي، جواز ايه وزفت ايه؟ ما انا كنت قاعده في بيتنا واكله شاربه نايمه ومنتخه على الاخر، وانا اللي كنت مستعجله على الجواز. اتاري واحده مننا بتاخد الشلوت الكبير، ومن ساعتها وانا ورمه لورا من اللي انت شايفاه ده. معلش اهدي بس، اهدي اهدي. بتركزي معايا، خليكي معايا. بت انا شامه كده ريحه مش عجباني. ريحه؟ لا ريحة ايه؟ مفيش ريحة ولا حاجة، مفيش ريحة. انتي غيرتي رأيك في أكمل، منه يعني سقط في الاختبارات وكده، صح؟ لا طبعاً مش صح، لسه فاضل له اختبار واحد. أمال مالك؟ مالك كده مش على بعضك كده ومتربة ومركزة في الموبايل من ساعة ما دخلت؟ بصراحة بصراحة أنا في حاجة كده بتقولي إن سمير ده مش بطال، وحاجة تانية بتقولي إن أكمل يا دوب على باب قلبي. بصي أنا ما بحبش لف ودوران، من الآخر عايزة أكمل ولا مش عايزاه؟ مش عارفة محتارة بصراحة، هي حاجة تحير. بس أنا لو منك ألبد للواد اللي اسمه سمير ده وتسيبي لي أكمل. والنبي والنبي تسيبي لي أكمل. طب أنتي رأيك في موضوع الجواز ده؟ مش أنا خدت أكبر شلوت في حياتي بجواز أبوكي دي؟ وأمك اللسعة دي ناوية تجنننا كلنا وتدخلنا سراية المجانين؟ أنا ما عمري ما أسيبها لها. لمي نفسك على فكرة دي ماما. ها؟ ما أنا كمان مرات أبوكي ولازم تسمعي كلامي. هيرو هبسطها لك. الجواز ده عامل بالظبط كده كانك نازله تشتري فستان، تفضلي تلفي طول النهار على كعوب رجليكي عشان تجيبي الفستان الحلو، وفي الاخر بتروحي البيت بجزمه. اه هو جزمه فعلا، بس انا على كده بقى محتاجه مصنع عشان يفصل لي عريس. يا بنت يا بنت، ده انت جات لك فرصه عمرك. بصي انت تاخدي الواد سمير ده وفوقيه ابوكي وتسيبي لي انا اكمل والنبي. لا يا شيخ، طب عينك على فكره بقى. انا يا منى تتجوز عليا؟ انا تكتب عليا ورقه ثانيه؟ انا وحياتك عندي ما عارف اللي حصل ده حصل ازاي. ليه؟ ضربتك على ايدك ولا شربتك حاجه اصفره؟ اه اه جاتك قوى بقى. انا اللي افتكرت ان انا هديت حيلك في التحمير والتخليل والتفصيص وعمل مربات، اتاري لسه ليك ديل وبيلعب. صدقيني والله ما حصل حاجه. والقال انا من هبلي وطبتي صدقتك، تقولي هتتجسس على رحمه وهتنقل لنا الاخبار، والزمن ده في العصر الحديث زمن جمع المعلومه وليس الحرب بالصاروخ، وده الفكر الجديد المخابراتي جوه امن الدوله جوه الامن الصناعي، وانا من خدتي صدقتك وطبتي.
بقولك ايه؟ ايه القهر اللي انت بتعمله لي ده؟ انت من هنا ورايح لا هتاكل ولا هتشرب، هتعمل رجيم اجباري وهتتحبس جوه الاوضه ويتقفل عليك بالمفتاح. لا بقولك ايه بقى؟ انا راجل ومن حق اتجوز واحده واثنين وثلاثه، من حق اتجوز اربعه. انت حد محفظك كلمتين جاي تقولهم؟ قول تاني كده تقصدني انا منير. اقول لك هطلقها. تطلقها او ما تطلقهاش ده شيء يخصك، انا مش فارق معايا انك تطلقها، انت ارتكبت خطأ لازم تتعاقب عليه. ايه الحصار الاقتصادي اللي انت عاملاه عليا ده؟ فاكر برلين ايام الحرب العالميه الثانيه سنه 1945 حصل لها ايه؟ لا مش فاكر عشان ما كنتش لسه اتولدت. ما كنتش لسه اتولدت سنه 45؟ برلين اتهدت على اللي فيها. ده بقى ده استبداد وديكتاتوريه. ايوه هتلر. عارف هاي هتلر؟ فاكر هتلر الدكتاتور الاعظم. انا بقى شبه هتلر قدامي على الاوضه. لا مش هخش على الاوضه وانت بتشخطي فيها كده. الله احنا بني ادمين زيكم، من حق الراجل يتساوى مع المراه. ده حق في الدستور. انا هشتكيكي للمجلس القومي للراجل. اشتكيلي في محكمه الزنانيري. واتشحطت انا بقى بالعيال من المحامين للمحكمه. قصت النفقه مع بنك ناصر. ليه وانا كنت متجوز تاكسي؟ قدامي يا حبيبي وشغل عداد. يلا حاضر ماشي. يلا. ماشي بس هيجي لكم يوم. ماشي. يسقط يسقط حكم المراه. اكتب مذكره. يسقط يسقط حكم المرأة وحط عليها دمغة. ايه ماشي. ما تقفليش عليا بخاف. وباستون ده في محامي. ها محامي بيفهم في الأحوال الشخصية عشان بتوع الجنائي مش شطار. طبعا طبعا يا فندم، أنا يسرني إن أنا أكون رئيسة للحزب ده، ده شرف ليا وسام على صدري. طب يا فندم متشكرة جدا، مع السلامة. حسين أنا هبقى رئيسة حزب. حزب؟ حزب إيه ده رحمة؟ حزب سياسي، عايزيني أنا أكون الرئيسة بتاعته وأنا وافقت. طيب وأنت عندك وقت للحزب ده؟ أنا لازم يكون عندي وقت يا حسين، لازم، ده حزب سياسي جامد جدا وهيفيدني في حياتي ومستقبلي. إزاي يا رحمة؟ إزاي تزودي فترات غيابك عن البيت أكتر من اللازم؟ ده مستقبلي بقى يا حسين. خلاص يا ستي، طالما مستقبلك خلاص. خلاص، أدوس على قلبي أنا، أدوس على قلبي. ومليش أي طموح ولا أمال في الحياة إلا أشوفك بس نص ساعة كل يوم أمل عيني منك. يو بقى 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 ليه بتعمل فيا كده؟ ليه بتحسسني بتأنيب ضمير؟ خلاص يا حسين أنا أسفة عشان أنا مقدرش أزعلك حبيبي، أنا هرفض المنصب. لا ترفض إزاي؟ لا روح يا حبيبتي، ده منصب جميل لازم تتمسكي بيه. الله، أنت من شوية بتقولي لأ ما تمسكيهوش. لا حبيبتي لا لا، أنا عاوزك تروحي. وراء كل ست عظيمة راجل عظيم زي ما بيقولوا، لازم زوجتي تبقى سياسية. يا حبيبي يا حسين، أنت بجد أعظم راجل عرفته في حياتي بجد. تعرفتي كم راجل قبل كده؟ لا مش قصدي، أنا قصدي أكتر راجل يجنن في الدنيا دي كلها. يا حبيبي أنت ملايكة، أنت مش بني آدم، أنت ملايكة نازلة من السماء الطاهرة يا قلبي. يا حبيبتي يا حبيبتي ربنا يخليك. حبيبي بحبك أوي. وأنا بموت دايما دايما ظلك، دايما ظلك. يا حبيبتي بحبك. ما عنديش وقت عشان أقعد معاك أكتر من كده، علشان تروح أنت تلحق المنصب بصراحة. أروح فين؟ هما ما كلمونيش وما قالوليش مش عايزيني دلوقتي. تروحي دلوقتي، تروحي. قولوا لهم أجي إمتى؟ يعني كده البرنامج بتاعي ايه؟ ايه الحاجات؟ ايه الخطابات؟ ايه الحاجات كده؟ يلا 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 يلا. افتكر كده؟ انا هستحمل، انا حاجه على نفسي، كفايه عليا نص ساعه في الاسبوع املي عيني من جمالك يا حبيبي. بحبك قوي يا حسين. وانا بموت فيك يا حبيبي. يا حبيبي الله يخليك الله يخليك. باي باي يا روح. باي باي. حبيبي وخدي راحتك، يعني ما تقلقيش من اي حاجه. انا مش زعلان. باي. خلي بالك من نفسك. لا اله الا الله. محمد رسول الله. يلا يا رب تقعد في المنصب ده سنتين ما تجيش البيت عشان اشوف حالي. ايوه يا رغد، هي حياتي. لا هي خلاص نزلت، نزلت واستريحت. وانا كمان يا حياتي. يلا بقى يلا اطلعي اطلعي. بقول لك ايه، ما تاخديش اسانسير، تطلعي جري على السلام. يا السلام يا حبيبي، مستنيك.
آه يا صداع الدماغ آه. آه يا نفسي آه. اهدي يا ماما، ما تعمليش في نفسك كده يا حبيبتي. أهدى إزاي؟ بعد اللي هو عمله فيا أهدى إزاي؟ بهدلني، اتجوز عليا. أنا يتجوز عليا إن ما بهدلته، إن ما وريته أنا مين، إن ما وريته علاقاتي، تليفون واحد بس من تليفوناتي يخليه يلف كده حوالين نفسه، اصبري عليا. في المحاكم نتقابل. طب يا ماما تعملي كل اللي أنت عايزاه وهو معاكي هنا. لازم أوريله أنا مين، وأوريله حجم علاقاتي شكلها إيه. عارفة زوار الفجر اللي كانوا بيطلعوا في الأفلام بتاعت زمان؟ فاكراهم؟ اللي كانوا بيجوا يخبطوا على الباب دول؟ أنا هجيبهم له تاني. هجيبهم له تاني واخليهم ياخدوه كده بالاربع خمس شهور محدش يعرف عنه حاجه، يختفي. ماشي ماشي يا منير ماشي. طب اهدي يا ماما كده بس وروقي، قومي طب غيري هدومك عشان كمان سمير قرب يجي. لا سمير ايه؟ انا لازم اقعد في السرير اخد كل ادويه الصداع وكل ادويه الضغط وادويه السكر وادويه النسيان والنوم، وانام كده واصحى بقى واركز في اجنده التليفونات واشوف علاقاتي شكلها ايه، اشوف اذيه ازاي عشان انتقم لكرامتي لكرامتي. يعني ماما مش هتيجي معانا تحتفلي بعيد ميلادي؟ لا مش هحتفل، انا هقعد في السرير لكي احزن احزن واعمل كل ما في وسعي عشان انتقم. ده اكيد سمير. انت بقى مع سمير وانا بقى في السرير. اه كل سنه وانتي اجمل جميله في الدنيا. طيب يا سلام. يلا بينا عشان نلحق بقى عشان اتاخرنا جدا. يلا بينا. يلا بينا في يلا بينا في ايه يا جميل؟ في ايه؟ في ايه؟ رايحين على فين انت؟ سمير عازمني يعني عشان نحتفل بعيد ميلادي. انت مالك انت بالقصه دي؟ بس عندك مانع يعني ولا ايه؟ مش فاهمك. عندي مانع. ازيك يا توتو عضلات افندي؟ عامل ايه؟ صحتك كويسه ولا في مشاكل؟ انت مالك انت بتكسر صحتي ومش صحتي؟ مالك انت؟ بس 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 ما تكلمنيش كده. طب انا هعذبك. بقول انت كذاب. هعذبك. انت كذاب. في ايه يا اكمل؟ في ايه يا جميل؟ على فكره انا كنت جاي قبله وهو كعبني، كنت جاي ارن الجرس عشان احتفل انا اللي معاكي احتفل. وبعدين لو سمحتي كده حق ربنا خد امسك هديتك. بص يا جميله، بص انا جبت لك ايه يا جميله؟ مرمر من الالماز الحر، حر تلبسيه في اي صباع. طب هو انت عرفت منين النهارده عيد ميلادي؟ عيب يا جميله، ده انا مهتم جدا بتفاصيلك، يعني غير ان انت موظفه عندي في الشركه، انا طبعا دخلت في سجلات وعرفت كل التواريخ اللي في حياتك وعرفت تاريخ ميلاد مامتك وكل الحاجات دي، وعرفت ان انتم من الزمالك فاكره؟ ماما اللي قالت مش انا. ايوه ماشي ماشي. كل سنه وانت طيبه يا جميله. طيب. طب بقول لك يا جميله، يلا بقى عشان هيفضل يرغي كتير وانا حاجز في احلى مكان في مصر، والنهارده يوم عيد بالنسبه لي. بلاش كذب بقى، ايه احلى مكان في مصر؟ مين اداله المركز ده؟ ده انت كذاب جدا. انا على فكره جميله انا حاجز لك في مكان الشان كلينزولي. ايه؟ الشان كلينزولي ده لسه معمول 20 سنه بيجهزه في الكافيه ده، لانه عاملين له بواطن من جوه ما يتسمعش الناس اللي بتتكلم جوه. انا حجزتلك فيه وحجزتلك المكان كله يا جميله. يلا بينا عشان نلحق. وانا بقى اخرج معاك بصفتك مين ان شاء الله؟ ما ترد يا بطل، اخرصيت يعني. لا ما انا هرد على فكره، انت يعني عطلتني عن الرد، مش عارف اتدخل في اوقات غريبه جدا. مش ايه ده ايه ده ده رد. طب انجز يلا. طب انا هرد انا وانجز، انا مالكش دعوه انت. بصفتي يا جميله ان انا جارك ومدير شركتك، يعني ليا حقوق عليكي. يا سلام. اقول لك الصراحه يعني يا جميله، معلش اخ ممكن لحظه كده؟ معلش اكلم جارتي في حاجه. اكلم جارتي. طب خلص. طيب يلا اكلم جارتي يعني. طب يلا ده التنيحه دي بصراحه كده يا جميله، انا بحبك. بتحبها انت؟ مالك انت اتجننت يا ابني ولا راحت منك؟ سمعت ازاي انت؟ ما قلت لك ابعد يا بارد. ايه اتجننت ليه؟ بحبها. انت مالك انت؟ بحبها. بحبها. مالكش دعوه. ايه انت هترد عنها انت؟ بحبك يا جميله، بحبك، وعارف ان النهارده عيد ميلادك وكنت عامل لك مفاجاه. في ايه يعني؟ في ايه يعني؟ ايه سمير ده؟ عايز ايه سمير ده؟ تخرجي معاه ليه؟ بتاع ايه يعني؟ ايه؟ هو اللي قال الاول نحتفل بعيد ميلادي. ده انت الحقيقه عندك فرص بقى. مين اللي قال لك الاول؟ يعني لو اي حد غيرنا كان جالك دلوقتي كنت قبلتي اي هديه يا بتاعه الهديات. اوعي كده. هاتي خساره فيكي المرمر الالماز الحر ده. هاتي اخويا.
خد يا حبيبتي الورد ده بقى 2.5 ده 2.5 اللي انت فرحانه بيه. بقول لك ايه عضلاته، يلا توتو بقى شوفوا هتخرجوا فين. يلا يا توتو، يلا يلا بقى يلا. ماشي يا جميله، ماشي يا جميله، ماشي يا جميله. كده استوى على الاخر. انا شايف انا بتروحي وراه وتصرحيه. جميل اكمل بيحبك وانت كمان بتحبيه. بصراحه يا بخته بيكي، واعتقد يعني ان هو حس بقيمه الكنزه دلوقتي اللي في ايده. طيب وانت يا سمير؟ انا بحبك بس انت بتحبيه، يعني هو يكسب. بصراحه دلوقتي لازم امنع نفسي من الحب ده، عشان الحب دلوقتي بالنسبه لي مرض وانا راجل صحتي على قدي. يعني انت شايف كده؟ اي حد مكاني هيشوف كده. يلا بقى روحي له احسن يعمل حاجه في نفسه ويتحسب علينا نفق. معلش اكمل. سمير الورد. عارف انا قررت اطلق هدى. ايه تطلق هدى؟ انت اتجننت ولا ايه يا منير؟ تطلقها ازاي يا ابني وبنتك على وش جواز؟ وبعدين دي غلطتك انت من الاول. انت لو كنت فعلا وريت لها العين الحمراء كانت كلمتك هي اللي تمشي في البيت. عندك حق. عارف انا كان نفسي في ايه؟ كان نفسي ابقى راجل من بتوع زمان، راجل كده شبه السيد، طول بعرض صوته خارج من صدره، وهي شبه الست أمينة منكسرة وطول النهار ترقيه ومن شر حاسد إذا حسد وتبخره في الطلعة والنازلة. وما تبص لي، ما تبصليش في وشي، تبص للأرض بس. خلاص بقى فات الأوان. يعني تبخرك، تبخرك على إيه يا منير؟ إيه اللي هتتحسد عليه؟ أنت عايز معجزة؟ شوف يا ابني، أنا عاوزك تعمل زي ما أنا بعمل بالظبط مع رحمة. إيه؟ بتعمل إيه مع رحمة؟ وأنا بقعد معاكو؟ شوف بقى، أنا أقول لك على سر عمري ما قلته لحد، بس أنت عشان حبيبي. رحمة دي أبص لها بس في عينيها ترتجف. يا ساتر يا رب. أرفع حاجبي ده بس، حاجبي ده بس تهزي بكلمات غير مفهومة من حاجب واحد. حاجب واحد، الحاجب التاني مش عايز أقول لك إيه اللي بيحصل، بس لازم لازم تشوفني وأنا بشخط فيها. بتحس تلاقيها عاملة زي الكتكوت المبلول. الكتكوت المبلول؟ قول قول وعلمني يا موسوعة. لازم. ألو؟ ايوه حياتي، انت فين؟ طالعه السلم؟ جايلك جايلك. مع السلامه مع السلامه. يلا يلا. ايه جايلك حد مهم؟ ايوه انت مالكش دعوه بعدين اقول لك. يلا تعالى. طب ما تقول لي في ايه؟ تعالى بس روح اتبكر يا عم بالراحه عليا كده. تعالى بس. طب انت صاحب خروف. تعالى بس روح. يلا روح دلوقتي. ده انا هحكي لك على حكاوي. اهلا 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 يا ابني. ليه يا حسين؟ شفت بقى روح نجري. هو ايه اللي يا ابني ليه يا حسين؟ ها؟ وانت ايه اللي جابك هنا؟ انت ما قلتليش انك جايه اصلا. اصل انا هقول لك. تعالي يا رحمه تعالي. تعالي. على فكره بقى انت بوظتي الدنيا، جيتي في وقت غير مناسب بالمره. ازاي؟ النهارده حياتي كنا انا وهي عاوزين نحتفل بيكي والله بمناسبه عيد ميلادك. عيد ميلادي؟ ايوه عيد ميلادك. ايوه حتى طلب مني اروح الفرن اوصلك على تورته كبيره وشويه بقسماط وسليزون. فرن؟ فرن؟ انت هتجيب لي تورته من فران؟ لا فران ايه؟ انا قلت فران؟ انا بعتك لاي فرن؟ فرن العتبه. عتبه كمان؟ عتبه مش من الزمالك؟ اولا انا عيد ميلادي مش النهارده، انا عيد ميلادي كمان شهر يا استاذ. حياتي يا روحي يا قلبي، انت كل يوم يتعمل لك عيد ميلاد وفيها ايه؟ امبارح ولا النهارده ولا السنه الجايه؟ كل يوم كل يوم يا رحمه عايشين مع بعض، متهنيين مع بعض، فرحانين مع بعض، يبقى عيد ميلاد يا روحي يا حياتي. يا قلبي شفت جوزي حنين وبيحبني قد ايه؟ الكتكوت المبلول. هو حتى بالاماره كمان قال لي قول للراجل بتاع الفرن يعمل كتكوت مبلول اللي هنحط فيه الشمعه. كتكوت
كتكوت مبلول؟ ايوه في حاجه جديده كده، تمثال كتكوت مبلول. قلت له ابقى هاته كده عشان نفرح بيه رحمه. طيب انا همشي بقى وان شاء الله هاجي لعيد ميلاد الشهر اللي جاي. لا 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 استني، انا عايزاكي جميع حياتي انك تتحركي، انا عايزاكي ضروري ضروري ضروري. ها فين اكمل؟ اكمل راح لجميله عشان ياخدها ويروحوا السينما، اصل عيد ميلادها النهارده. اسكت. ايه؟ اوعى كده. بتقول ايه؟ اكمل اخد بنتك ويخرجها، تقرب له ايه علشان يخرجها هو؟ انا عايزه اعرف. عايزه اقول لك حاجه، انا بنتك دي على فكره بتستقر ابني وبتنتهز الفرص. ياه على مخي، نسيت صينيه القلقاس في الفرن وشها هيتحرق. روح الحقها، روح الى ما حد يقدر يلحقك. اجري. طب يا اجمل، طب يا اجمل، شوف بقى، بص بقى. ايوه ليلة صوت. ايوه طبعا ليلة صوت، ليلة صوت. ها طبعا. تليفونه مقفول 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 يا قلبي. ليه؟ عشان يقعد معاها وياخد راحته. ها لكن وديني 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 وديني. استنى عليا يا اكبر لما يجي. والبنت اللي اسمها جميله دي والله ما هتشوف غير ال ايه. عرفت هتعمل فيها ايه طالما ايه. انا بجد مش مصدقه انا اتحسب بالطريقه دي. انا هيتعمل فيا كده؟ يا جميله انا اول مره اشوفك شكلك اشعس قوي كده. اشعس؟ ايوه المراه المشعسه دي بتبقى أسوأ انواع المراه بالمراه. غلط كده يا جميله، غلط ايه دي لو سمحت؟ انا مش مصدقه اللي مامتك بتعمله فيا ده يا اكمل. انا تعمل فيا كده؟ لما بتعمل فيا كده من دلوقتي امال لما نتجوز هتعمل فيا ايه؟ يا ستي مش هتعمل فيكي حاجه يا ستي، تفعلي خير تجديه. بلاش بقى التشاؤم ده يا جميله، انت مش هتتجوزي ماما. اكمل انت عديم الشخصيه وامعه. عارف وقلتي لي قبل كده انت امعه، ودورت عليها في القاموس لقيتها مواصفاتي. انا موافق وقلت لك هتغير يا جميله. لما امك بتعمل فيا كده قدامك امال من وراك هتعمل فيا ايه؟ مش عارف الصراحه لان مش هبقى موجود. يا جميله ما تسالينيش اسئله ما اعرفش اجاوب عليها. اوكي ماشي يا اكمل، انا بقى اخلي ماما تهزقك وتبهدلك، ولما تيجي تشتكي لي منها هقول لك اعمل ايه يا اكمل، دي امي والام امي نداء ومحبه. في فيزوها فيز ازلي، وهاخد الموضوع بصدر رحب وهستحمل امك. انا مستحمل امك اساسا يا جميله، انت مش فاهمه ليه يا جميله. ارجوكي بلاش الحاجات دي تاثر علينا. فيها ايه لو خدنا نموذج في حياتنا؟ مثلا قصه ليلى، فاكره الروايه؟ مش فاكراها. انا فاكرها كويس، فيها مشاعر كتير جدا يا جميله. فاكره لما ام القيس كانت بتهزق البنت ليلى، بتفرمها ضرب وقلم وافيان ومقصات وتجيبها من شعرها في وسط الروايه 10 صفحات بتهزق فيها بس. كان رد ليلى ايه؟ في نظره واحده في كلمه بثقه قالت لها ايه؟ قالت لها اضربي امناه فانت ام قيس وقيس حبيبي، اضربي ام حبيبي. ثم بكت فنظرت اليها نظره واحده بين قوسين فانهالت عليها ضربا. قالت لها ايه؟ قالت لها اهن اضربي فان ضرب ام الحبيب كمثل الزبيبي، وانا روعيت جميله باجي عندي الزبيب كل مره اعيط. لو سمحت يا اكمل ما تلعبش بمشاعري. انا بلعب بمشاعرك يا جميله؟ الله يسامحك، هو فعلا اللي بيحب من قلبه هو اللي بيتهان. وبعدين انا مالي بتصرفات امي؟ قلت لك 100 مره ان دي امي وهي بتعمل كده يا جميله. وعلى العموم انا اسف بصراحه كده، انا بقيت خايفه اصدقك. في انتوا اتفقتوا على كلام معين تردوا بيه؟ ليه كل البنات بتقول الجمله دي؟ انا خايفه احبك، خايفه اصدقك، خايفه اعيش معاك في بيت واحد احسن تضربني، خايفه لحسن حياتنا تبقى وحشه، خايفه لحسن ما لازم يكون في قرف جاي بعد الخوف ده كله. يا جميله صدقيني الاول، بعد كده خايف الخوف هيجي. وبعدين يا جميله انت هتقفشي على امي، انا هقفش على امك واللي جابوا امك، وهتبقى حرب امهات وهعين امك وهتهين امك. وعلى ايه يا جميله؟ منحي الامهات جانبا، عايزك تثق فيا انا. والله وانت فاكر بقى ان امك هتسيبني في حالي ولا هتنحيني جانبا؟ يا ستي في ايه بقى؟ يا ستي انت اللي ليكي عليا، ان انا اللي هتحدى اي حد علشانك، هتصدى لك، انا الراجل بتاعك.
افهمي بقى، افهمي انت معاكي راجل وراجل وراجل لكلمه كمان يا جميله. طيب يا اخويا لما نشوف. بص لازم تردوا برضه، لازم تقولوا جمله كده ملهاش معنى، حاضر لما نشوف، حاضر يا اخويا، وانا شفت حاجه من انا عايشه، بلاش الكلام ده مستفز ومش لطيف ووحش، هتكرهيني فيكي يا جميله. استني تليفون. ده باباي. يا حسين. لا لا انا معيش حد، ما انا بقول لك حسين وانا لوحدي. اوكي. هاي يا بابا. كنت عايزه اتكلم معاكي. يا حسين. لا لا انا معيش حد، ما انا بقول لك حسين وانا لوحدي. اوكي. هاي بابا. كنت عايزه اتكلم معاكي. اتفضل. انا عارفه ان انتي ما تعرفينيش كويس، بس انا جاي عشان اقولك على حاجه مهمه قوي. اكمل بيحبك، والدليل اللي انا شفته قدام عينيا دلوقتي. اما بقى بالنسبه لمدام رحمه امه فليها حل. حل ايه؟ اولا اللي عايز يتجوز لازم يعرف حاجه مهمه قوي، الجواز ده عيله بتناسب عيله، مش كل واحد لوحده. وبعدين يعني رحمه لازم تكسبوها عشان تعيشوا في سعاده. وده يحصل ازاي؟ طول ما رحمه مش مبسوطه من الجوازه دي لا هتشوفوا سعاده ولا اي استقرار في حياتكم. ما هي عمرها ما هتطمن لي ولا هترتاح لي طول ما هي مفكره ان انا هخطف منها ابنها. لا رحمه حاسه ان هي اقوى منك، مسيطره، كل حاجه بين ايديها. لكن انت بقى لو قدرتي تحسسيها ان انت اللي اقوى منها وبتتحديها، وبعديها هتروحي تقولي لها خدي كل حاجه بين ايديكي عشان انت افضل مني واقوى مني، ساعتها بس هتوافق انك انت تتجوزي اكمل على طول. طب وده هيحصل ازاي؟ رحمه هتبقى رئيسه حزب سياسي. وانا مالي؟ لا مالك ازاي؟ ما انت ممكن تاخدي منها رئاسه الحزب وبعدين تروحي وتقولي لها خدي عشان انت افضل مني واحسن مني بكتير، ولما تحس ان هي قويه هتاخدك في حضنها وعينيها هتدمع وبعديها هتقولك روحي اتجوزي اكمل على طول. والله فكره. انا بنصح لله والله. معلش يا رب سامحيني النهارده راحه وانطه، معلش عشان في ظروف كتير قوي، بس باذن الله هعوض لك اليوم ده يوم من اول النهار. كنت راغب يا حبيبتي وحشتيني. ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ انا فعلا مبهور بيكي. فان دام بروسلي تخ 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 ما خدوش في ايدي خلوه. هما لسه شافوا حاجه يا حياتي؟ الله عليك يا رحمه، الله عليكي. اتفضلي يا راغب اقعدي. لا اقعد ايه بقى؟ ما النهارده خلاص بخ. يعني ايه النهارده بخ؟ اسالي حسين. وايش دخل الاستاذ حسين؟ لا قصدها يعني بخ بمعنى ان النهارده كنا هنحتفل بعيد ميلادك يا روحي، بس للاسف الخناقه القذره دي هي اللي بوظت الاحتفال ده. المهم انت شربتي عصير النهارده؟ لا. ليه؟ ليه؟ لازم تشرب العصير يا حبيبتي. مش عاوزه بقى، مش عاوزه. لا 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 لازم العصير يتشرب عشان يبقى فيه نضاره في الوجه كده ووشك يبقى مظبطاه يعني. والله برضه مش عاوزه. طب انت عملت ايه في الحزب؟ ولا حاجه، كلموني وانا قررت ان انا اوافق. طب حلو قوي. ده لو وافقتي بقى كده لازم تشرب العصير الاول. ايه رايك تقعدي وتشرب العصير؟
طيب اوكي اوكي. يعني جاي لكم. اوكي قولي لي بقى يا حبيبتي، ايه موضوع الحزب ده؟ يلا حبيبتي اشربي شوية العصير اللي فاضلين دول. مش عايزة ده عصير ولا مش ده عصير بسترما جديد ده. ده حلو قوي صدقيني. ده في برينج. ده في برينج؟ اه. برينج؟ أنا ما قلت برينج يبقى خلاص أنت في البرينج. بابا أنا مش عايزة أنام. طب لا لا لازم تنامي بقى، لازم تنامي بقى. كفاية. أنت شربت عصير كتير بس. نامي يا حبيبتي. أيوه. أنت بغتيني. حاضر عينيا عينيا في تقريبا تحالف اهو والاكمل كان مره نايم هنا شفته. ايوه اهو يا روحي اهو يا حبيبتي اتغطي بقى اتغطي ونامي. عايز بصي ما تفكريش في اي حاجه خالص. نامي 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 اهو نامي نامي. حاضر رجلاتك اهي رجلاتك اهي. يا خبر حسين قتل مراته. انت فين؟ انا اهو. هات ايدك عشان بخاف انام لوحدي. ايه ده اهي؟ احكي لي حدوته. حدوته؟ كان في مره لا كان في مره تانية ناس قاعدين يتكلموا مع بعض. قال له انت عملت كده؟ قال له العشرة دول ما عملت. قال له لا اهو عيدك دي. فضل قال له لا والله ما عملت كده. قال له قال له العشرة دول. قال له اوعى اوعى عيدك دي اوعى عيدك دي اوعى عيدك. نامي خمتي بقى. وافقوا طبعا. برافو عليكي كده بقى اكمل يتجوز والبيت يبقى فاضي. يبقى انا هفضلك على طول. ناوي تعمل ايه دلوقتي؟ هنخش انا وانت جوه ننام بقى واكمل اكمل. لا اكمل لقيت اعصابه تعبانه ومتوتر كده قلت له بقول لك يلا روح نام مع اصحابك فك معاهم شويه يمكن يروح. انا وانت موجودين. اه انت داهيه انت قضيه. هتيجي نرقص حبيبي حبيبي. الله الله يا سلام شفت الهدوء اللي احنا فيه. هدوء يقتل يقتل. انت متحب حسين؟ حسين هاي هاي حسين. اي يا حبيبتي اي يا حبيبتي فين ايديك؟ اه هي ايديا اهي. انا راجلي شعري. يا سلام شايفه الدفء والانسجام والمزج والتضافر اللي ما بيني وما بينك يا رغد. حاجه جامده جدا. انا حاسس ان اول مره ارقص في حياتي. حاجه جامده جدا. وده مش اي رقص. احنا بنرقص دلوقتي على انغام شخير رحمه حبيبتي. يا سلام بصي واحنا رايح عاملين كده رايح عاملين بروت كده. يا سلام ده بيتهوفن دلوقتي ممكن نتلخبط معاه. انت فاكره انها نايمه؟ انت بتاخد دان. ايوه هتقوم عامله لون مغطيه بالشمسيه. بصي الشمسيه مشجره ازاي؟ بقول لك ايه؟ انا فرحت من هنا. ما تيجي نكمل جوا انا وانت. بس رحمه ممكن تصحى. تصحى؟ تصحى مين؟ رغده؟ ما تقولش الكلام ده. دي رحمة واخدة منوم يصحيها بعد العيد الكبير بعد دبح العجل على طول تروح صايحة مع السلخ. تعال 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 روحي. ما
مساء الخير. انت طيب، اتفضل، عاوز ايه؟ انا حاسس ان انا خلطت في حق هدى وعايز اطلع هيروشيما. انت جاي تتوب هنا ولا ايه؟ ده هتجنني. انت مش من شويه بتقول لي عايز اطلع هدى وجاي دلوقتي تقول لي عايز اطلع هيروشيما؟ انت عندك مأذون خصوصي ولا ايه يا جدعان؟ اصل انا قلبي مش مطوعني وهدى دي برضه عشرة عمري. من الواضح كده ان انتوا هتفضلوا مع بعض لغايه الصبح. امشي انا بقى. استني استني انت بس. لا ما فيهاش استني، انت خلص مواضيعك بس الاول بكلمني في تليفون. بعدين دلوقتي انت كمان يا منير. كلمتين وهيمشي على طول. ايه ده ايه ده ايه ده، احنا واخدين على بعض قوي. دي ليله حمراء دي ولا ايه؟ خلاص دي ليله سيمون. حضرتك بتتريق عليا؟ انا مش وش كده، دي مراتي يا استاذ، مراتي. مراتك؟ طب يا سيدي ربنا يهدي سركم. ربنا يهدي الشيطان اللي في نفوخك. عيب وما تجيش هنا تاني، ده بيوت ناس محترمه. هو عمل كده ليه؟ ما تفكرنيش بيه، خلاص خلاص. الراجل ده فصلني، الراجل ده بيدعي عليا ان انا راجل شمال وسافل زيه، افكار دنيئه. يا حبيبي امال انا حبيتك ليه؟ وليه ده تكون مراتك التانيه؟ عشان انت كنت معايا دوري. انا عمري ما كنت اللي في دماغه ده. انا طول عمري شريف مستقيم وعارف كويس قوي الحلال فين والحرام فين، ودايما ماشي بما يرضي الله. طب تعالي يا حبيبي، تعالي تعالي. والله ضايقني، والله ضايقني يا رب. معلش. تعالي يا حبيبتي نغرس تاني. هي رحمة بطلت لي موسيقى، يمكن البطارية خلصت. واحدة رحمة بقى واحنا شغالين كده، واحدة واحدة كده. يا سلام عليك يا رب. الله مسافر القليل الادب فصلني. ايوه اللي هنا. معلش يا بيجي كوتش. والله اصله معلش يا بيجي خالص. نهار اسود، جريمة قتل. جريمة قتل؟ معقول عم حسين يقتل مراته؟ لا وكمان بيحطها في أوضة ابنه عشان يتهموا فيها. معقول الزمن وصل بينا للدرجة دي؟ أنا لازم أتصرف، لازم أبلغ أجمل باللي حصل، لازم أعمل حاجة. تليفونه مقفول، هو ده وقته. طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ آه الحل الوحيد إني أبلغ البوليس. ألو بوليس النجدة؟ أنا عايزة أبلغ عن جريمة قتل. العنوان اكتب عندك. بوليس يا حسين؟ تجيب لي لحد بيتي بوليس وتنزل مع الهانم اللي انا كنت فاكراها طول عمري انها صاحبتي؟ اخس عليك يا حسين، اخس عليك يا حسين، اخس عليك يا حسين. يا رحمه فهميني عشان مش هفهم ولا كلمه. احنا خلاص يا حبيبي فضحتنا في الشارع بقت بجلاجل، كل الناس شافوك وانت بتركب البوكس مع الهانم. انا عايز افهمك الحقيقه بس. اخرس، انا مش هسامحك طول عمرك. عمرك عمرك ده ايه يا حبيبي؟ ما عمرك خيرس خلاص. انا عندي 32 كيس بلاستيك اسود جوه في المطبخ، ما كنتش عارفه اعمل بيهم ايه، دلوقتي ان انا املاهم حالا فورا. هقتلك هقتلك هتبحر. خلاص صبري. حاضر. اصبر. حاضر حاضر. اخس. ثلاث مرات هتقتلني هقتلك هقتلك. ايوه ايوه. مساء الخير. مفيش خير، مفيش خير. أنا في ورطة، أنا في مصيبة سودة، خير إيه بس؟ خش. أنا آسف جدا على اللي حصل امبارح. حصل امبارح؟ إيه اللي حصل يا سيدي؟ إيه اللي حصل؟ أنا في مصيبة، أنا في كارثة يا منير، الحقني. أنا هقول لك تقول لها إيه وتعمل لها إيه؟ هقول لها إيه؟ قول لها إن أنا اللي عملت فيك المقلب ده عشان انتقم منك من اللي انت عملته في بنتي. وايه تاني يا منير؟ وانا اللي حطيت لها المخدر في عصير البرتقان عشان تنام، وقلت لك دخلها اوضه النوم على ما تروح تجيب الدكتور. قمت انت بقى يا عيني لانك ساذج وطيب وحسن النيه رحت على البوليس على طول. بقى كده يا مصيبتي كل ده يطلع منك، ده انت ليلتك سودة. شفت بقى رحمه؟ شفت يا رحمة؟ الحمد لله ربنا ظهر الحق. عرفت قد ايه انا مظلوم، كنت ظلمان يا رحمة يا حبيبتي. انا اسفة يا حسين، انا اسفة بجد. بعد ايه اسفة؟
اقصى عليك، اقصى عليك يا واقع، يا مجرم، يا اللي ما عندكش قل. انا تعمل فيا كده، تخش البيت الطاهر الشريف ده وتعكنن علينا حياتنا ليه كده يا منير؟ منير انا طول عمري كنت واقف جنبك، طول عمري بحل لك كل مشاكلك، ليه تعمل فيا كده يا واقع؟ ليه يا زين قلبي؟ انا حسين من فضلك قلبي، ما تزعلش نفسك، ما تزعلش نفسك. هات السكينه دي، لازم اموت نفسي. لا لا السكينه بلاش، اعيش من غيرك ازاي يا قلبي؟ ازاي؟ لازم يا رحمه، لازم. انا طيب، الناس كلهم سواد، ليه بيعملوا فيا كده؟ قد ايه انا ساذج، لازم اعيش. كتلة الطيبة اللي زيي لازم تنتهي. معلش لازم تنتهي، لازم تنتهي. معلش يا حبيبي سامحني، من فضلك سامحني. انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ انت شطان. أيوة. انت شطان بديل، انا مش قادر افهم. انت ناقصك شوكه؟ انت قصدك ايه؟ عايز تعمل فينا ايه؟ انت عايز تهد العش الجميل اللي بنيناه انا وهو طوبه طوبه. انا ايوه بظهر ايدي. ايوه انت اخس. ايوه انت اخس يا حبيبي كده برضه. لعلمك يا منير، ولعلمك وانا بقول قدام رحمه، اهم عشراني العمر كله. عمرها ما شافتني بقصوا على حد. ما هو هو اللي كان عايز يعمل كده. انت كنت عايز تعمل ايه؟ كنت عايز تشككني في جوزي حبيبي اللي ماليش حد في الدنيا غيره، وتخليني اشك انه بيخوني انا. ايوه قلت لك بالشلوط دلوقتي في حلق بقك كنت واقف. بس يا حبيبي فاهم انت؟ لعلمك انا عمري في حياتي ولا كنت اتخيل ان انا اطرد حد من بيتي، لكن انت بالذات يا شطان يا حاقد لازم اطردك من بيتي. بعد اذنك انا بعد اذنك اطردك. اه يا حبيبي بعد اذنك. ايوه اطرده، مش عايزين نشوف خلقتهم خالص. ومن غير زعل. لا انا هطردك يالا. اتفضل تعالى حسين. ايوه اتفضل اتفضل على الله. بالراحه بس. اطلع من بيتي. بالراحه عليا. اطلع من بيتي. انت ايه اللي بتعمله ده؟ بعدين هبقى اكلمك في التليفون. يلا توكل على الله. يعني مش هتديني بكف ايدك؟ وانا ليا عندي كف ايدي. يلا توكل على الله. توكل على الله. غار الشر. صدقتي بقى يا بنت الحسب والنسب انك كنت ظلماني؟ طول عمري مظلوم وانا معديها. صدقتي يا رحمه؟ صدقتي؟ انا اسفه يا حسين بجد، صدقني اسفه اسفه اسفه. بعد ايه؟ بعد ايه يا رحمه اسفه؟ هنسى ازاي نظره الشك اللي كنت طول عمرك تبصها لي؟ انت جرحتيني يا رحمه جرح غائر لا يمكن يلتئم، لا يمكن يلتئم، لا يمكن يلتئم. انا اسفه سامحني بجد، انا مش عارف اعمل لك ايه بس. خلي تعملي حاجه خلاص. من فضلك من فضلك يا حسين ارجوك اديني فرصه اخيره. من فضلك سامحني. اسامحك ازاي؟ اسامحك ازاي وانا كل يوم كنت بتهان منك ومن نظره منك؟ سيبيني يا رحمه، انا محتاج اقعد مع نفسي في اوضه ضلمه والطب بشبشب على خدودي. انا محتاج ان انا اعيد حساباتي من الاول وجديد، يا نكمل يا نطلع على جمصه. جمصه عشان بس تعرفي يا هيرو ان انا بحبك. جايبه لك كل حاجه بتحبيها، موز وبرتقال وتفاح. جيب لك كاكا. كاكا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ قاعده مع الاعداء؟ مع الاعداء بتخوني الوطن؟ قاعده معاهم وبتاكلي وعلى السفره بتاعتنا؟ يا ماما اسمعيني يا ماما، الامور ما بتتاخدش بالطريقه دي. اما تتاخد ازاي؟ تتاخد بقى له طريقه اللي زي دي تتلم كده، تتلم كده كلها وتترمي بره، بره مع الباسكت بتاع الزباله، ما تقعدش معانا هنا. تعالي وبتاكل من اكلنا وبتاكل من خيرنا. معلش يا ماما انا فهمت. تعالي انا فهمت يا ماما. يا ماما يا حبيبتي احنا لازم نكسبها في صفنا. نكسبها في صفنا ليه؟ عشان تساعدنا في الخطط والتكتيكات اللي احنا بنعملها. تكتيكات ضد مين؟ ماما ركزي معايا. في ايه؟ نهار ابيض، هي دايما كده بتصحى مش مركزه، مش عارفه في ماما نعمل ايه. طب ما انا مش فاهمه. هي دلوقتي بقت في صفنا، هي مش معايا وما تقلقيش. بقت معانا احنا ضد الاعداء الاصليين. ايوه يعني عميله مزدوجه. الحمد لله يا رب عميله مزدوجه. ايوه دبل مينينج يعني. الله الله يا ماما يا مثقفه يا جميله يا قاريه. برافو عليكي. وجنتيها؟ جنتها وظبطت كل حاجه. طيب دي مش هيكفيها طبق الفاكهه ده بس؟ هنتصرف. لمي بقى الزبادي اللي في الثلاجه والاكل والطبيخ وشدي حيلك بقى. حاضر. فين ابوكي؟ مريح جوه شويه. مريح؟ الهي ما يرتاح، الهي ما يهداله بدن يا رب.
انا دخلاله. ماشي ماما. وانت ركزي معاها، راقبيها كويس، خلي بالك كل راقبيها كنترول. حلو. بصي بقى، ركزي بقى، حلو بلا هو جامد بصراحه. بصي انا كلمت لك دكتور في كليه اقتصاد وعلوم سياسيه عشان يجيب لنا كده شويه كتب عشان نقرا في السياسه كده ونفهم. انا عايزاكي تبقي في السياسه قرد، عايزين نكتسحها في الحزب. ايوه يا هيرو، انا عايزه امسحها مسح. همسحها لك من على الارض. انت عارفه يا جميله، انا يعني ليه بقف جنبك كده وبساعدك؟ ليه؟ عشان اخد طاري من اكمل. أكمل يا جميلة، ده أنا بنت خالته من سنين رايحة جاية قصاده، اللي عمره ما فكر يقول لي كلمة حلوة ولا حتى يتحرش بيا، مع إني يعني أمتلك الماتيريال. هيرو لفي لي كده بروتة كده في مكانك. بس بس لا لا اسبوعي التنور، أنا مسارفة. خلاص يا هيرو هتطيرينا. أوكي أنا آسف، أنا غلطانة. بصي يا هيرو أقول لك على حاجة، يعني هو أنا عايزاكي تبقي مزة. صعب صعب، الجميع هيضحك على بعض، ما ينفعش. لا ما تخافيش، سيبي الموضوع ده عليا، مفيش حاجه في الدنيا دي صعبه. بس انا هخليكي موزه وانت تركزي معايا الفتره اللي جايه في موضوع السياسه ده لحد ما ابقى محنكه سياسيا. لحد ما تبقي ايه يا جميله؟ محنكه سياسيا. محنكه؟ لا ده موضوعك بقى في الكلام ده. مش انا كنت عايزه اسمعيني كويس، مش عايز ولا كلمه. ماشي، ايه في ايه؟ اسمعي الكلام اللي بقولك عليه عشان هقولك على سر خطير. قول يا سيدي. هيروشيما هتورث 5 مليون دولار. دي كذبه من اكاذيبك المعتاده اللولبيه. لا ابدا مش كذب ولا حاجه، بس انا مرضتش اقولك علشان ما تفضحنيش، وبعدين انت ما بيتبلش في بقك فوله. لا انا محتاجه افهم بقى. امال انت فاكره انا اتجوزتها ليه؟ عشان خاطر سواد عيونها؟ انا عرفت بالصدفه من الاستاذ حسين ان ابو هيروشيما ساب لها 5 مليون دولار، وانت عارفه بقى دلوقتي الدولار في السوق يساوي كام؟ ايه من كتير قوي. امال انت فاكره رحمه ليه كانت هتموت عشان تجوزها الاكمل، وعشان كده ما كانتش طايقه بنتنا جميله. اسمعي، هيروشيما حلوه؟ لا. جميله؟ لا. فيها انوثه؟ لا. امال ليه رحمه متبته فيها وعايزه تجوزها للواد عشان تاخد منها الفلوس؟ قمت انا لقط الخيط واتجوزتها. يعني ايه؟ يعني ناخد القرشينات بقى ونعيش، نعيش يومين زي الناس ما هم عايشين. بس المصدية دي اللي عاملة زي عربية الكبدة لا باين عليها ملايين ولا ملاليم. ما هي ما تعرفش، حسين ورحمة مخبين عنها، وأنا ما رضيتش أقول لها لحد أما تقرب مني وتطمن لي، وبعدين أمضيها على كل الأوراق اللي أنا عايز تمضي عليها، وتكتب لي توكيل بكل قضاياها الخاصة. بقى هي دي الحكاية بقى بتاعت قبل النوم. لا مش قبل النوم ولا حاجة، بس انت عشان نحقق الحكاية دي لازم تساعديني. واساعدك ازاي ان شاء الله؟ يعني تخليها تقرب مني اكتر وتحبني اكتر وتطمن لي اكتر، وبكده نقدر ناخد الفلوس منها. يعني لازم نلجمها ونحوط عليها عشان نعرف ناكل دماغها. بسيطة دي. انا هخرج دلوقتي واقول لها ان انا ضربتك علقه جامده جدا. ده ايه ضربتني؟ معلش معلش يا ست، ما احنا قلنا هنتفق انت تساعديني. دول 5 مليون دولار. ضربتك، كسرت وشك، وان انا ما فيش في حياتي غير هيروشيما. وهي الحب الوحيد في حياتي، وانت بقى تظهري قدامها بمظهر المقهوره المكسوره ومضروبه ومقهوره. مغروبه على امري. مغروبه على امرك لحد اما ناخد منها كل اللي احنا عايزينه. يعني مصديه المقشفه دي عربيه البطاطا هتقبض 5 مليون دولار. فين الهدوء؟ طيب يا حبيبي، لو عايزني بقى اساعدك واعمل فيها مضروبه ومغلوبه على امري واعمل فيها موافقه، اكتب لي نص المبلغ من دلوقتي. ها؟
يعني مصدية المقشفة دي عربية البطاطا هتقبض 5 مليون دولار. شش فين الهدوء؟ طيب يا حبيبي لو عايزني بقى اساعدك واعمل فيها مضروبة ومغلوبة على امري واعمل فيها موافقة اكتب لي نص المبلغ من دلوقتي. ها؟ اناش ضمني. حاضر حاضر اكتب لك نص المبلغ باسمك. اناش ضمني بعد ما تتجوزها وتبقى في العسل وتقفش المبلغ تقوم تخلعني وتستأثر انت بالفلوس. عسل ايه ده؟ عسل اسود. حاضر يا حبيبتي كل اللي انت عايزاه. طلباتك اوامر. تكتب لي شيك مش تقولي طلباتك اوامر وعد البق ده. ها؟ شيك ب2.5 مليون دولار. حاضر حاضر حاضر. يا سلام شيك ب2.5 مليون ده حاجة سهلة أوي. حاضر حاضر. يعني انت موافق؟ انا موافق. طالما موافق بقى يبقى انت صادق وموضوع الورث ده بجد. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا اول مره اعرف انك بتحب القرايه. انا قررت ان انا ابقى خبيره سياسيه. يا شيخه معقوله؟ ماما انت الناس هنا احنا داخلين معركه عشان نهزم رحمه. ايوه وعايزين يستولوا على كل اموال بنت هيروشيما. ايوه ماما احنا لازم نبقى قوه عظمى هنا في العماره. ايوه ونسيطر على العماره وعلى الشارع وعلى المنطقه كلها. وانا بقى اني الاواني ان ارفع رقبتي قدام السمسار اللي جاب لي الشقه ووريه ان انا قوه عظمى. ايوه يا ماما وعلشان نعمل كده احنا لازم نتوغل جوه عيله حسين ونعرف نتحرى عنهم بدقه. ايوه نتحرى عنهم بدقه ونجيب كشف بكل المصروفات والايرادات بتاعتهم عشان نعرف بعد كده نمتص مواردهم. مش بس كده يا ماما احنا لازم نعمل حصار من كل جانب. ايوه نقفل كل الحاجات المفتوحه ببان من حديد. نجيب الحداد ويعملنا ببان من حديد. ماما خلي بالك احنا بنتعرض لمؤامره كبيره جدا. لا مؤامره دي جديده عليا. كتب السياسه ماما بتقول كده. طب كتب السياسه دي بتقول ايه؟ كتب السياسه بتقول ان احنا بنتعرض لمؤامره كبيره من جهه غير معلومه وناس غير معروفين لاهداف غير معلومه. بس احنا لازم نتصدى المؤامره دي يا ماما. طب واحنا ازاي هنتصدى يعني للمؤامره دي واحنا عندنا جهات غير معلومه ومعلومات غير معروفه وكمان معانا كمان معلومات غير معلومه؟ ما هي دي بقى السياسه يا ماما. ما انا معاكي ان هي دي السياسه بس ازاي هنتصدى واحنا مش عارفين مين العدو اساسا؟ يا ماما دي عبقريه. انا يعني لازم تعرفي ان بنتك فلته. طب قولي يا فلته زمانك هنحلها ازاي؟ انا هقول لك الكتب دي فيها شويه كده مصطلحات سياسيه احنا لازم نكون على درايه كامله بيها لكي نستطيع ان نغزو العدو. ايه هي بقى المصطلحات السياسيه دي؟ يلا قولي بقى وشجيني. انا هقول لك ايه المصطلحات. عندك مصطلحات كده يعني انا حفظتهم من الكتب اللي قدامي دي. العداله الاجتماعيه وقانون الطوارئ. عارفاه. وقانون اهم قانون بقى يا ماما اهم قانون عشان الناس تعرف ان انا محنكه سياسيا هو قانون التقشف. قانون التقشف ده لعبتي. قانون التقشف ده انا ساهمت في وضع بنوده. طول حياتي الزوجيه عايشه على قانون التقشف. ازاي تجوعي طاقه وتشبعي طاقه. ازاي لما يجي عليك الشتاء وانت في عز الصيف تركبي الكم تاني بتاع الجلابيه. لما يجي عليك الصيف وانت في عز الشتاء تنزعي الكم بتاع الجلابيه. ازاي بقى لما الهدمه تبقى خفيفه نركب من جوه بطانه وبعدين نحط على صدرنا ورق جرايد ونتغطى كويس قوي باللحاف فنتدفى في الشتاء. ازاي لما يجي عليك الليل ومعدتك تاكلك من كتر الجوع تقومي عامله حاجه اسمها سد الحنك. شويه دقيق مع شويه سكر مع حته سمنه وتقلبي تقلبي وتك بالمعلقه وكبسي في البق. عشان كده يا ماما بتاكليني سد حنك ده كل يوم؟ بأكلك سد الحنك لأن أبوكي محدود جدا الدخل. صباح الخير يا جميلة. ليه؟ بيفكرون عنيك. ليه؟ بيكلمون عليك وأرجع أشكي مر بحبها جدا يا جميلة فعلا. بتسمع محمد محي ها؟ طب صباح الخير ليه بقى؟ ايه ده؟ هو ليه دي عشان صباح الخير؟ ايوه. لا والله؟ لا يا جماعه صباح الخير العاديه بتاعت الصباح الخير. سيب 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 الحاجات الجميله دي. الناس بتقول لبعضها صباح الخير. تقصد بيها ايه يعني بقى؟ صباح الخير اللي هو صباح جميل ولا صباح الخير بتريقه عليا
ولا صباح الخير بخبز ولا هيكون صباح الخير جديد انا معرفش عنها حاجه. صباح الخير العاديه اللي من غير اضافات ولا مكسرات، العاديه خالص كده. صباح الخير بتاعت اللي هو بناخد بعديها صباح النور. انا ما خدتش صباح النور، انا ندمان جدا على صباح الخير. انا اسف جدا يا جميله، واسف ان انا قلت لك صباح الخير. في ايه يا جميله بقى؟ انت مجنونه ولا ايه؟ اكمل انت، مين وراك؟ انا ورايا ناس تاكل الزلط يا جميله، وعلى علمك ويكون على علمك انا ايه ده؟ ايه ده؟ انت ليه بتخليني اقول كلام ملوش معنى؟ في ايه يا جميله؟ انت كويسه؟ انت عايز تشكك في قواي العقليه وتقول لي انا مجنونه صح؟ عشان تمنعني من ممارسه عملي السياسي، فبالتالي ما ترشحش قدام امك في مجلس النواب صح؟ بلح بالعجوه. بلح بالعجوه؟ دي كلمه السر مش كده؟ لا، ده المشروب المناسب في المواقف اللي مش مفهومه زي دي. بلح بالعجوه. انت عايز تعمل نفسك مش بتعرف في السياسه، فانا بقى أأمن لك واقول لك على خططي وتكاتيكي اللي هتروح تبلغها لامك، لكن ده بعدك يا اكمل بيه. جميله، انت ودنك سامعه بقك؟ طبعا. في ايه يا جميله؟ انت كويسه؟ كويسه حبيبتي؟ انا كويسه جدا، وعارفه كل حاجه، وفهمت اللي ما كنتش عارفاه، وفهمت اللي ما كنتش عارفاه، وفهمت اللي ما كنتش عارفاه. دي أغنية بتاعت ما كنتش أعرف، ما كنتش عارفاه قبل النهر ده، ما كنتش عارفاه إن العيون دي، مش هي دي؟ خسارة يا أكمل. يا خسارة إيه؟ خسرنا في إيه؟ ده أنا كل ده بقول لك صباح الخير يا جميلة. يا ست تقولي صباح النور كنت همشي. خسارة عمري اللي راح من غير ما أقرا وأفهم وأحدد اتجاهاتي. زبادي خلاط. دي كلمة السر التانية. لا، ده المشروب اللي باخده في المواقف برضه اللي بعد البلح بالعجوة، لأن البلح زاد قوي فالعجوة بالتالي زادت، فأنا مش محتاج لبن بقى في الحالة اللي احنا فيها دي. فيها جميلة، بلغ يا ست والدتك إن بعد كده في قوانين وأسس هتمشي عليها العمارة، مش سايبة هي. برافو برافو جميلة. إيه ده؟ يعني هتبقى في لجنة قدام باب بيتنا؟ هفتح ألاقي ظابط؟ سو كيوت قوي، منظر تحفة. ميرسي قوي يا جميلة. تعالي أنا رايحة فين؟ رايحة فين؟ سوري معلش أنا آسف، خد خد شنطتك. مالك يا جميلة؟ مالك يا جميلة في إيه؟ إيه لبس الأبلة النظرة دي وجاية تقولي كلام ملوش معنى؟ أنت عايز تعرف أنا رايحة فين ليه؟ معاك أجهزة تصنت مش عارف تخبيها فين صح؟ آه، جالي كام جهاز تصنت كده اليومين دول. في إيه يا جميلة؟ بس مش عارف أتصرف فيهم يعني. انت مين؟ انت مش اكمل صح؟ اه انا والدته. لما يجي اكمل اقول له مين؟ دايما في افلام المخابرات بيبقى فيه واحد بديل للبطل. انت وديت اكمل فين؟ انت بسرعه وديك في 60 داهيه. ايه ده، انت عبيطه ولا ايه؟ اكمل وديته فين؟ ايه اكمل؟ صح يا جميله، انت عرفتي؟ عرفتي. علشان رقبتي. هل تسمعني؟ رقبته صغير. ايه ده؟ 1 2 3 الو الو، هل تسمعني؟ الو، هيسمعك ازاي وانت بتكلمي في كف ايدك؟ وهي الساعة مش باينة؟ سوري، مخش بالي والله سوري. من العميل ألف إلى العميل ب، الهدف قدامي بشحمه ولحمه، وتبين أن هناك سر خطير. لو لو لو، حاول حاول حاول، من أكمل إلى القهوة دي، من أكمل إلى القهوة دي. بتعمل إيه؟ حاول أكلم القهوة ضروري. حاول، مطلوب 2 ملح بالعجوة و2 زبادي وخلاط. أوكي، سريعا مريعا، سريعا مريعا. شكرا لاتصالكم، باي 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 باي. ياه، مكالمة حجر يخلص، سبحان الله. ممكن تبعت لي رصيد؟ رصيد؟ أيوه، دي كمان بقت تقرا سياسة. أنا قلت يعني أعمل اللي عليا وأحصرك. أنا قلت أبلغك إن هي داخلة انتخابات رئاسة الحزب. أيوه أيوه، بس أنا عايزة أقول لك على حاجة. أكمل، ايوه اكمل اكمل يا خالتي، بقى عميل مزدوج. ايوه بصراحه كده اكمل ما بقاش اكمل يا خالتي، انت ما عرفتيش تربي. اكمل بانقص. ايوه انا مستربيه يا خالتي، بانقص. تخيلي بتعملوا عمل ولا ايه؟ ما تفهميش. يا نهار اسود على ده، البت رغي رغي، الواد سواد جواه، سواد كده. مين ده بقى؟ امشي ده. مين اللي ناقص وسواد جواه والبت عامله له عمل؟ مين؟ طب اقفلي دلوقتي، اقفلي. هقول لك انا. لا ما تقفلش دلوقتي، هاتيها. ليه؟ هاتي. مين كنت بتكلمي؟ مين هاتي؟ كانت بس واخده راحتها وهي بتكلمني، عيب تكلمها. ايه واخده راحتها وانا هشوفها هكلمها يا روشيما؟ فاتحه البلوتوث. فاتحه ايه؟ البلوتوث. اقفلي في وشها. اوكي خلاص. كلمي مين يا روشيما؟ ايه؟ ده واحده صاحبتي. صاحبتك عندها ابن ناقص وعامل لها عمل؟ ما انت عارف بقى المسلسلات التركي اكمل. مسلسلات ايه يا كذابه؟ وانت في حد صاحبك اساسا؟ انت ليكي صحاب من ساعه ما عرفناكي؟ برستيجي في الشركه. المهم ماما عامله ايه في انتخابات الحزب؟ حق
يا اكمل، دي مولعه الدق. اقول كده بقى، انت عمال تدحلبني في الكلام. اطمن، انا خلاص ما بقتش اقول اي معلومات الا لحبيبي لخطيبي. خطيب مين يا معفنه؟ غير عمده. غير ايه؟ غير على مين؟ على مين؟ عليك انت يا رشيمة؟ غير عليك انت بسبب ايه؟ يا ست يا متجوزه يا بتاعت منير. منير ده كينج. الكينج ليه؟ وانا بقول لك على بتاع نعناع الجنينه منير وهدى وجميله. ها؟ ماشي يا رشيمة، ماشي. بقولك يا رشيمة، ينفع تساعديني كبنت خالتي؟ ازاي يعني؟ يعني ينفع تقنعي ماما ان هي تسيب انتخابات الحزب دي خالص؟ يا نهار ابوك اسود، انت عايز امك تسيب الحزب عشان المكان يفضل ست جميلة بتاعتك؟ بعت امك بكام يا واطي؟ بعت امي ايه؟ انت بتفرج على انه فيلم وانت بتكلميني. يا بنت افهميني، افهميني، هي ماما مالها بالحزب اساسا ومالها بالسياسة؟ هتقدم ايه للشعب؟ اذا كانت فاشلة في بيتها، ده انا اتخنقت منها، هتخنق الشعب ليه؟ أرشيمة انا بقيت متضايق جدا، مش عارف اتكلم مع ماما من ساعة ما دخلت الحزب. انا بقيت حاسس ان انا ما عنديش ام ومش عارف اتكلم مع حد. خلاص قطعت قلبي اكبر، خلاص اخويا شوف شوف انت عايز ايه وانا هعملها. لا يا أرشيمة، لا انا مش عايز وسيط بيني وبين ماما. يعني ايه مش عارف اتكلم معاها؟ يعني هي تهتم بالحزب وتسيب ابنها؟ قول يا سعدك، والله لا سعدت عليا. بقول لك يا رشيمة، قول يا اخويا. انا عايز ابعت لها جواب. تبعت لمين يا اجمل؟ لماما، لماما جواب. معلش ساعديني فيه، اكتبي الجواب ده ارجوكي. ماما، ماما كمان ماما. لا ما انت مش طالع تنقط يا اكمل، مش طالع تنقط ماما كده، خلص. معلش يا رشيمة، انا باكد على الحنيه بتاعت الام. ماما، ماما فهي تحس. طب بمناسبه الحنيه، قول لها بعد التحيه والسلام. حلوه قوي. امك برضه ربت يعني. حلوه قوي. اكتبي بعد التحيه والسلام. السلام ماما. انت بتنادلها؟ مش كل شويه تفكرها ماما الوليه نسيت خلاص؟ بلفت انتباهها. خلاص طالما تلفت انتباهها تتقال. من ابنك حبيبك. من ابنك حبيبك اللي ما هنش عليه في لحظه يسيبك. أيوه. اللي ما لا، ما هو مش برنامج همسه عتاب يا اكمل، ما تشلنيش. لا ده الاستاذ هشام عباس، قالها كانت مؤثره قوي. بتحبه؟ لا طالما بتحبه تتقال يا اكمل. اللي اللي ما هنش عليه، ما هنش عليه يسيبك صح؟ في لحظة يسيبك، في لحظة يسيبك. بس اكتب التاريخ. حاضر. النهارده كام؟ خذ القطعة اللي ما تعيطيش بقى يا رشيد. امشي امشي. أكمل حسين فهمي. حبيبي، اكتب لها إنك حبيبي. مش عايز حاجة من حد، مش عايز حاجة من حد. بس يا معفن، انا بتطلبني مني؟ هالة علم الدين البربري، 25 سنة، من سكان باب الشعرية، صح؟ اه فعلا. كنتي في مدرسة السلام وانتي في ابتدائي، اما بقى في الاعدادي فانت اشتريتي حمص شام من قدام المدرسة وشربتيه وجالك مغص، صح؟ ايوه فعلا. لما بقى بقيتي في ثانوي كنت بتحسي انك مضطهده وانك مش هتقدري تعيشي ولا تحققي اي نجاح، وكان كل حلمك انك تتجوزي، صح؟ بالظبط. انت جبتي المعلومات دي كلها منين؟ ولما خلصتي ثانوي دخلتي كليه التجاره، رغم انك كان حلمك انك تدخلي كليه الهندسه. سافرتي اسكندريه 5 مرات، سافرتي جمصه 4 مرات، سافرتي راس صدر مرة واحدة، حاولتي كتير قوي انك تروحي الغردقة وشرم الشيخ، لكن كل محاولاتك باءت بالفشل. مش ممكن، هو انت كنت عايشة معايا ولا ايه؟ هالة. ايه؟ انا عايزاكي تشتغلي معايا. اشتغل معاكي فين؟ مش لازم تعرفي، المهم انك تنفذي كل اللي هطلبه منك. فهمت فهمت،
انت عايزاني اشتغل معاكي في المخابرات. عرفتي منين؟ انطقي. كل حاجه واضحه، شكلك، طريقه كلامك، لبسك، النضاره. انا شفت كل ده قبل كده في اعدام ميت وفعل الخيانه. واضح انك ذكيه جدا جدا. هلا، المهمه اللي انا عايزاكي فيها دي مهمه كبيره قوي وتهمني وتخصني في البيت. قولي لي بس انا اعمل ايه وانا اعمله. عايزاك تقابلي اكمل وهم. واو، هما جواسيس وعملاء؟ ايوه للاسف جواسيس وعملاء. انا كنت حاسبت من الاول. انا عايزاكي تسجلي كل حاجه، اوعي يفوتك حاجه، وخلي بالك كويس قوي لحد ياخد باله ونروح في داهيه كلنا. على فكره اجمل وهم في الاوضه من ساعه. وما قلتيش من الاول ليه؟ انا بقول اهو. احنا بعد كده الكلام بينا هيبقى سري. واو، يعني هكتب جوابات بالحبر السري زي رأفت الهجان؟ ايوه. وهفك الشفره زي ما دمنا دي جندي؟ مظبوط. طب وكلمه السر؟ خالي بيسلم عليكي. الله الله، انا لا يمكن اخونك ابدا يا جميله، حتى لو قبضوا عليا وشالوا لي ضوافري وقصوا لي شعري وحطوني في الميه الساقعه والميه السخنه، انا كلي فداكي. كنت متأكدة إنك مخلصة وهتقدري قيمة اللي بتعمليه. طب لو العمل ده يعني طلب مني في حاجة كده ولا كده؟ زي إيه؟ مش فاهمة. يعني مثلاً لو اتطلب مني إن أنا مثلاً آخد أكمل بالحضن، أو يعني مثلاً إني أغريه. أنتِ بتقولي إيه؟ أنتِ مفيش الكلام ده خالص، غوري من وشي، اتفضلي، يلا روحي. تاخده بالحضن قال، بس حكاية ناقصة. اطمني خالص، المكان متأمن، المركب دي مأمنة السواحل. برافو عليك يا بابا، الحمد لله، أنا كده اطمنت خالص، مفيش أي أجهزة تصمت. اسمعوني ماما، ركزي معايا. ما انا بدور على البنود اللي انتي قلتي لي عليها في علم التجسس مش لاقياها. طب اسمعيني، احنا لازم نتوغل داخل العيله دي. فعلا لازم نتوغل وننتشر ونخش جوه. طيب ايه الخطه؟ استنى يا بابا انا هقول لك. اتفضلي. انا اتاكدت ان الناس دي عايزين يطفشونا ويتخلصوا مننا. ياما قلت لكم ان هم عايزين يتخلصوا مننا وانتوا ما سمعتونيش ولا انتبهتولي. الحل بقى اننا نطفشهم، نطهقهم، نزهقهم من العماره كلها. يا ماما ركزي معايا. ما انا بحاول اللي انت بتقوليه اكتبه عشان ما انساهوش. افهمي الاول وبعدين اكتبي. برافو عليك يا ماما. ماشي. اسمعي من زميلك وتعلمي منه. ماشي. طب ايه الخطه؟ هنقطع عليهم الغاز. فكره كويسه، نقطع الغاز. هنقف لهم على باب الشقه علشان لما الزبال يجي ما يدخلش ياخد من عندهم زباله. صح، عشان يسيبهم بزبالتهم لغايه ما يعفنوا ويدودوا. صح يا ماما. حاجة تانية مهمة قوي. اه. اي طلبات جاية من السوبر ماركت. ماله السوبر ماركت؟ لازم تعدي علينا احنا الاول يا بابا. اي حاجة جاية من السوبر ماركت لازم تعدي علينا. ماله السوبر ماركت؟ هندوق؟ اكيد لا يا بابا، مش ممكن، يعني ممكن يكونوا بيمرروا ممنوعات من خلال الحاجات دي. اه فعلا، ممكن الكياس جاية من السوبر ماركت يبقى فيها ممنوعات، مثلا كيس السكر ممكن يكون فيه بودرة، وكيس الرز ممكن يكون فيه بانجو. بانجو ازاي يا ماما مكان الرز؟ صح، ازاي الرز يكون فيه بانجو؟ البانجو عبارة عن نبات والرز عبارة عن حبوب. مش نركز بقى يا ماما، انتي مهمتك تصاحبي رحمة. انا مش هصاحب الست دي، دي غلسة وحاطة مناخيرها في العالي وهشة. معلش يا ماما، ده هيسهل علينا الخطة جدا وخلينا نوصل لكل المعلومات اللي احنا عايزينها. اوكي اكتبي. حاضر رحمة، اتصاحب عليها. وانت يا بابا؟ ايوه اعمل ايه؟ عم حسين ده بقى مسؤوليتك، تركز معاه، تراقبه خطوة بخطوة. اما بقى اكمل ده فهو لعبتي انا. انا بقى لازم اعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. يا ستي واحنا مالنا؟ مالنا ازاي يا حبيبي؟ انا دلوقتي هما عايزين يستحوذوا على كل حاجه. ما ياخدوا كل حاجه، اهم حاجه شيليهم من دماغك يا رحمه. لا يمكن يا استاذ، تحركاتهم الغريبه دي انا لازم ارصدها واعرف بالظبط ايه مغزاها. اهدي بس، اهدي بس، اهدي. راحه فين؟ هزورهم. من امتى حكايه الزيارات دي؟ من النهارده.
سمحتي رحمة. لا 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 يا رحمة، لا 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 يا روحي لحبيبتي يا منبي. حبيبتي حبيبتي انت اللي وحشاني. ده انت وحشاني موت. مش عايزه اقول لك انا مش عارفه انام. قلت لازم اجيلك، لازم اجيلك عشان اراضيك واسامحك والجيران لبعضيهم، والنبي وصى على سبع جار، ويا بخت من بيت مغلوب ولا بيت غالب. طب والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا كنت جايه لك دلوقتي عشان اقول لك اللي فات مات واللي جاي احلى احلى، وانت طيبه وقلبك طيب. بص تاني. اتفضلي اتفضلي ما تخافيش، ده حسين جوزي. حسين؟ قصدي حسين ايه؟ قصدي استاذ حسين. اهلا وسهلا بيكي، اهلا منوره الدنيا كلها. انا مش عايزاك تكون زعلان ابدا ابدا يا استاذ حسين، وانا عارفه ان الموضوع كبير والغلط كبير، وعارفه انك تسامح صعب، بس هنقول ايه بقى؟ عيال؟ لا طبعا، وعيالنا. جميله دي زي بنتي بالظبط. في علم السياسه كل كلمة ليها معنى ومدلول، ومفيش كلمة بتتقال إلا ولو ليها جزء من الحقيقة. فهمت. لا 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 مش ممكن، لا أنا مش مصدقة. مش معقول هدى تكون جات سكنت هنا صدفة، ومش معقول كمان إنهم ينسوا المفتاح في أول يوم يسكنوا هنا عشان يباتوا عندنا. الحكاية كده متظبطة. هدى وحسين، معقولة؟ وليه لا؟ مفيش حاجة مستحيلة في السياسة. لا، الحكاية كده مش عادية. أنا لازم أعرف كل حاجة عن تاريخه من ساعة ما اتولد لحد ما اتجوزته. ده كان لازم أعمله من زمان. هدى جيت هنا وهي وعيلتها عشان تسكن جنبنا. هدى تنسى المفتاح وتيجي تبات هنا. أكمل يعجب بجميلة. فجأة جميلة تشتغل عندنا في المكتب. الحكاية مش سهلة، الحكاية فيها إن الموضوع كبير ومترتب. مستحيل اللي حصل ده يكون حصل عادي. بس أنا لازم أعرف أصل الحكاية، لازم أعرف كل حاجة عنه. أصلهم فصلهم كانوا ساكنين فين قبل ما يجوا هنا، وإيه بقى حكاية جميلة زي بنته؟ يعني هو اللي دربها على شغل المخابرات؟ يعني هو الأب الروحي بتاعها؟ عشان كده عايز يجوزها للولد. هو أكيد كان عارف، متوقع بناء على المعلومات اللي عنده إن أنا هبقى في يوم من الأيام رئيسة حزب سياسي، وبالتالي هو جاي عشان يدير الأمر بالشكل اللي هو شايفه صح. يا ترى بترتبي الايه يا أم 44 انت؟ الحكاية مش هتعدي بالسهل. أنا قلبي مش مستريح، حاسة إن في مصيبة هتحصل، في حاجة بتتخطط من ورانا. في ايه بس يا هدى؟ انا حاسه ان في خطه ما مخليني مش عارفه انام. مخي عمال يودي ويجيب، يودي ويجيب، يودي ويجيب، لغايه ما اتلخبط. مخي ما بقاش عارف هو ساكن فين بالظبط، مش عارف يروح. انا حاسه ان رحمه دي هتعمل لي مقلب، واعرف حسيت بده امتى؟ لما خدتني بالحضن قوي وضمتني كده 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 وبستني وضحكت في وشي. عارف التعبان لما يتلفح كده حوالين العصفور ويفضل يخنق عليه يخنق عليه لغايه ما العصفور مش باين منه غير مناخيره؟ الشر بره وبعيد. مين بقى التعبان ومين العصفوره؟ طبعا انا العصفوره. انا عرفت حاجه كمان، عرفت ان انت مظلوم. والله انت غلبان، انت اساسا اهبل. ازاي تعلق واحده؟ انت مش بتاع نسوان اساسا، ده انت ما تعرفش تعلق كلبه من الشارع، ما تعرفش تعلق قطه من الشارع تهبشك، بتخاف من خيالك في الضلمه، يبقى هتعلق برج الجزيره ازاي؟ انت تعلق هيروشيما؟ بس هم عايزين يطلعوك قدام انك بتاع نسوان، يطلعوك قدام انك خاين عشان اكرهك. كل حاجه متخططه، كل حاجه معمول حسابها، عايزين يكرهوني فيك، يخلوني اخسر جبهه مهمه في حياتي.
رحمة جاسوسة. ايه؟ انا شفت كل افلام المخابرات الامريكية والمصرية ابيض واسود والوان، وقريت ادهم صبري المجموعة كلها، العميل رقم 19 المجموعة كلها، حتى احدث حاجة في السوق مهمة مستحيلة بتاع توم كروز شفت 10 مرات. ميشن امبوسيبل بتاع توم كروز انا شفت الجزء الاول والتاني. انا شفتهم الاتنين 10 مرات. رحمة جاسوسة مزدوجة، يعني بتخون الجاسوسية نفسها. اخس على كده، ما خلاص الجاسوسية باظت من العيال الجداد اللي دخلوها دول، بوظوا الشغلانة. فين؟ فين أيام زمن الجاسوسية الوسط الجميل؟ أقول لك سيبني أنا أشيل الهم وخش أنت ارتاح ونام، وكمل القصة بتاعتك بتاع توم جيري، وحل كلمات متقاطعة ما تنساش، وأنا هدخل البت جميلة دلوقتي أتشاور معاها هنتصرف إزاي. البت دي متودكة زي بالظبط، شايفة أفلام جاسوسية كتير أبيض وأسود، وقارية في المخابراتية كتير. ممكن تشرب ده كمان. توم جيري إيه اللي أنا هقراها؟ أنا خلاص يا ست هانم كبرت، ودلوقتي بتفرج على مؤسسة المرعبين المتحدة. لا هيروشيما دي عايزة اكس كبيرة كده عشان تيجي من أسهل. مين؟ أنا. أنت مين؟ أنا والدتك هدى. خير؟ أنا جاي عشان أقولك على حاجة مهمة جدا يا ابنتي العزيزة. عارفة. عارفة إيه؟ أنت جاية تقولي لي إن رحمة ممكن تكون عميلة مزدوجة. ما شاء الله عليكي، نبيهة وذكية واعية زي أمك بالظبط. مش بس كده، كمان كل حاجة متخطط لها ومترتب لها. الله عليكي، قولي قولي يا حبيبتي قولي. هيروشيما. مالها هيروشيما؟ عميلة. عميلة مزدوجة؟ أيوه، استطاعت بمكرها ودهائها أن تجعل منير يقع في حبها. الله، صح، بمكرها وذكائها وخلت منير يقع في حبها. وبعدين يمكن أن تكون قد أغرته بالمال. الله، زي أفلام الجاسوسية بتاعت زمان 007. أيوة. طب وبعدين بقى بمكرها وذكائها إيه أهدافها ومخططاتها؟ أنا أقول لك، هدفها هو إسقاط البيت ده وتفكيكه لحجرات صغيرة. بمعنى؟ بمعنى ان هيروشيما لما تتجوز منير انت طبعا هتتخانقي معاه وهتطلبي منه الطلاق. طبعا وارد جدا ان اطلب منه الطلاق. لما بقى تطلبي منه الطلاق يحصل حاجه من الاثنين، اما انه يطلقك ويبقى خلص منك، او ما يرضاش يطلقك فانت ما ترضيش تعيشي معاه. وده اللي هيحصل، هرفض اعيش معاه. ولما بقى ترفضي انك تعيشي معاه هيحصل حاجه من الاثنين، اما انه يسيب لك البيت خالص وتبقي خلصتي منه، او ما يمشيش من البيت وكل واحد فيكم ياخد اوضه ويمنع تاني انه يدخلها. فبالتالي البيت هيتقسم لثلاث اقسام، الاوضه بتاعتي والاوضه بتاعتك والاوضه بتاعت بابا. طب بعد ما يقسمونا ويحطوا بينا حدود في الوطن العربي ويقسمونا الى دويلات صغيره، ايه اللي هيحصل؟ هنبقى لقمه سهله يا ماما، خصوصا بعد ما اتجوز اكمل. تتجوزي اكمل؟ طبعا. امال انت فاكره ايه؟ جوازي من اكمل ده شيء اكيد وموجود في خطه رحمه. رحمة مش طايقك ومش بتحبك. ما هي دي الخطة يا ماما، تعمل نفسها مش طايقاني أو ما نعاندها بقى وتمسك بأكمل أكتر. تقوم هي تعمل نفسها قال إيه رفضة، أقوم أنا تمسك برضو أكتر واتحدها أكتر واتجوز أكمل ويجي يعيش معانا هنا في البيت ويبقى راجل البيت يا ماما. هو راجل البيت إيه؟ المفروض إن هو راجل مقرش، يعني لما يتجوزك يجيب لك شقة. يجيب شقة؟ لا طبعا. قولي كده هيقول لي إيه؟ يقولك ايه؟ هيقولي ان رحمة مش موافقة، وان هي سيدة الموقف، وان هي المسيطرة على كل حاجة، فيجي يعيش معانا في البيت ده. يعني رحمة تكرشه من هناك يتجوزك ويجي يقعد على قلبي في البيت هنا؟ أيوة. ده انا كنت قطعت رجله. بص يا ماما، خلي بالك احنا داخلين على حرب كبيرة قوي، وفي مقدمتها رحمة اللي عايزة تستولى على بيتنا يا ماما وتحتله. تحتله؟ ده بعيد عنها وبعيد عن عينيها وعين عيلتها كلها. المهم بقى يا ماما ان رحمة ما تعرفش ان احنا كشفناها. ايوه، ان الحرب والاخفاء هو سر نجاح الحروب العصرية. صح يا ماما. من ناحية تانية بقى لازم نعرف ايه هدف هيروشيما من جوازها من بابا،
يا سلام بقى يا ماما كمان لو خلفت منه وجابت ولد. هتخش الجيش لو هي جابت ولد، ساعتها بقى هيطلع قانون تجنيد البنات. ايوه يا ماما، وانا هتجند وخش الجيش وهيروشي ما تقولش كل حاجه، وساعتها تقوم حرب في البلد، وبدل ما تخلصي الجيش في سنه تخلصيه في 15 سنه. تخيل يا ماما، وساعتها يفوتك قطر الجواز. اه يا ماما، شفتي قد ايه خطه كبيره؟ ما دي مؤامره، مؤامره يا ماما على البيت ده يا ماما. أنا فكرت في خطة، إحنا لازم نتنقل من بيتنا ونروح نقعد عند رحمة. ليه بقى؟ عشان كل حاجة تبقى قدام عينينا وتحت إيدينا قبل ما نبلغ الجهات المختصة. طب جات لي فكرة، إيه رأيك بقى إن إحنا على طول نروح نبلغ الجهات المختصة؟ غلط، افرضي بقى حد من الناس اللي معانا في الخطة متحمسين بزيادة فنقل كلمة كده ولا كده ورحمة خدت بالها، تبقى مصيبة ساعتها يا ماما. صح، عندك حق، تبقى مصيبة فعلا. طب وليلي بقى لو فرضنا ان احنا مثلا ايه كنا متحمسين برضو وحماسنا ده وقعنا في الخطأ، هل هيقبضوا علينا بقى ويمسكونا يعذبونا ويكونا بالنار زي ما حصل في فيلم مهمة في تل أبيب وفيلم اعدام ميت؟ للأسف اه. وهيخلعوا له ضوافرنا كده بالكماشة زي فيلم جميلة بحريت؟ اكتر. طيب هيحلقوا لنا قرعة زي فيلم برضو جميلة بحريت؟ اكتر يا ماما اكتر. لا اكتر كده خين عكرنك، انا مش هقدر العب دور زينب ابدا. طب ايه رايك بقى نبلغ عن ابوكي فيقبضوا عليه ويعذبوه الاربع افلام مع بعض؟ حرام عليكي بابا، طيب عشان افش غليلي منه، هو يستاهل. ممكن تسيبك من بابا دلوقتي وتركزي معايا؟ اهم حاجه كلمه تتنطر كده ولا كده نبقى روحنا في داهيه. لا انا خلاص مش هتكلم خالص ولا هفتح بوقي، انا لازم اساعدك في المهمه الوطنيه بتاعتك دي عشان خاطرك تبقي بطله من الابطال اللي بيتحطوا في الميادين. برافو عليكي يا ماما، اهم حاجه دلوقتي الخطه، الخطه اللي هتخلينا نروح بيت رحمه ونقنعها ان احنا ازاي نعيش عندها من غير ما تشك فينا. يعني هندخل البيت ولا نثير الشكوك ولا ندخل البيت ونثير؟ انت بتقولي ايه؟ يعني انت عايزه اثاره ولا لا اثاره؟ يعني دلوقتي يا ربي يعني اقتلك واخش النار؟ طب ما انت اللي عايزه حاجتين، انا ذنبي ايه؟ طب اوكي اوكي انا هريحك خالص، احنا بقى ايه؟ هنخش البيت ولا نثير؟ يعني لا سبايسي. اسمعيني بقى، انا محضره حته خطبه هتعجبك جدا جدا. خلاص انت قولي الخطبه وانا اكتب وراكي بقى عشان لو النقاط بقى فاتتنا افكرك بيها. ماشي. هامه. يجب ان نعلم ان لا الامال المشتركه ولا اللغه المشتركه ولا حتى صله الدم هي ما تجمعنا ببعضنا البعض، بل ما يجمعنا سويا هو الالام، احساسنا بالوجع والغضب لما اكتشفناه من خيانه. خيانه، الخيانة والغدر، الغدر ده مؤلم مؤلم. كملي. فليعلم كل منكم إنني لا أسعى إلى مجد شخص ولا إلى مكانة مرموقة ولا إلى منصب، أنا كل ما أرغب فيه وكل ما أسعى إليه هو القضاء على العدو الذي جاء ليسكن أمامنا. أنا ليه حاسة إن الحتة دي منقوشة من خطبة سمعتها قبل كده؟ لا مش قوي يا ماما، مش قوي. لا بس انا حاسه ان انا سمعتهم قبل كده. ممكن. انت بتغشي ولا بتبتكري؟ بغش وببتكر الاثنين مع بعض. اه دي مغشوشه. مش كلها يا ماما بصراحه، ما فيهاش اي ابداع. كملي. هو القضاء على العدو الذي جاء ليسكن امامنا. انت بتعيدي الجمله صح يا ماما؟ خلينا نكمل بقى. ماشي اتفضلي. وخطط لتحطيم قوانا وتحطيم وحدتنا، إن الإمبريالية والعولمة وأصحاب السوء هم أكبر الأعداء على الإطلاق، وعلى رأي المثل أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. في تكة بلدي شوية في الخطبة؟ أوكي أوكي. إننا لن نترك العدو يهدم كل ما نبنيه في الماضي، سنكون يدا واحدة، فكرا واحد، قلب واحد، حلما واحد، إننا نستطيع أن نهزم رحمة وعائلتها إذا أقسم كل منا على أن يكون فداء للآخر. إننا مستهدفون يا ماما. هي الخطبة فيها ماما؟ لا يعني أنا بقولك عشان تبقى مركزة معايا. يعني أكتبه ولا ما أكتبهاش؟ لا يا ماما ما تكتبهاش، ركزي معايا. إننا مستهدفون، إننا في خطر شديد ولن يرحل عنا هذا الخطر إلا إذا استطعنا أن نضع أيدينا في أيدي بعضنا.
المسؤولية الآن بيني وبينكم. المسؤولية الآن منقسمة بين ما أحاول أن أصل إليه وما تقدموه من مساعدة. والله الموفق والمستعان. ممكن أعلق على السلبيات؟ طب أقولك الإيجابيات؟ هو في ناس كده يعني ما بتتقبلش النقد بسهولة. ما علينا، خد بقى مش بطالة. أيوة مساء الخير. مساء الخير يا منير. مراتك هنا؟ لا. كويس، تعالى ادخل. اسمع. ايوه. اعمل لنا بقى كوبايتين شاي بفصين حبهان عشان عاوز اتكلم معاك كلام مهم قوي. حبهان ايه بس يا منير دلوقتي؟ وانا بعمل لك شرطه حادثه ولا ايه؟ خير انت؟ اقول لي في ايه؟ نسوان اتجننت. عادي، مراتي بقى مخها في الحلبسه. عادي، في الباي باي. انا مش مراتي بس، انا مراتي وبنتها. سيبك من الموضوع ده، انا عايزك في موضوع استراتيجي، استراتيجي عبقري. الموضوع ده لازم ننفذه انا وانت بالحرف الواحد. خير. هجيب رقاصه. امتى وفين؟ عندك في البيت. يا نهار اسود، دي هدى كانت تذبحني وتذبحها. ما تقلقش من الموضوع ده، رحمه عاوزاك وتيجي تقعدوا في البيت هنا يومين. واللي عندي برضو عاوزين يعملوا كده. حلو قوي كده، الظروف مساعدانا. في رقاصه مضت عقد من صاحب الملك نفس اليوم اللي انتوا مضيتوا فيه، ولازم العقد يتنفذ وتقعد في البيت. انا بقى عاوزك تفهم هدى انها تقول لرحمه ان ده امر واقع، والرقاصه يا اختي لازم تيجي تقعد في البيت. احنا بقى هنعيش مع الرقاصه دي اسبوع اسبوعين لغايه ما نزهق من الرقاصه دي تروح ترقص في حته تانيه. يا ابني الايه يا حسين، فكره جهنميه. أنا هشهيصك يا منير، هخليك طاير في السماء، هخليك ترجع شباب 50 سنة ورا. بجد بجد يا حسين بجد. أيوة بجد. أنا بص يا منير، أنا في الستات ما عنديش تاريخ. جد يعني جد. خلاص أنا هنزل من هنا دلوقتي وأروح لهم الشركة وأقول لهم. هي هدى في الشركة؟ أيوة، ما هي دلوقتي الدماغ المفكر بتاع جميلة. مبروك علينا رقصة. الله يبارك فيك، أنا هعرف رقصة. ما تعيطش يا منير، وحياة كل دمعة بتنزلها من عليك العوض غلط. أزات أزات أزات. أنا طول عمري والعيش والملح طول عمري نفسي أعرف رقصة. هتعرف هتعرف، أنا هبادي لك. يا خسارة يا أكمل. يا ترى بقى أنت اسمك أكمل ولا حنفي ولا بروس بالطاقية اللي أنت لابسها دي؟ احترم نفسك يا بنت، وأعرف أنت بتكلمي مين كويس وبتكلمي عيلة مين. أنا أكمل حسين فهمي. عارفة يعني إيه حسين فهمي؟ يعني إيه؟ يعني مصطفى فهمي أخوه. يعني النجومية والسينما الفضية والشاشة الذهبية، يعني العار. فاكرة العار؟ فاكرة النجاح المستحق؟ والله؟ وأنت بقى إيه اللي جابك أنت للأستاذ حسين فهمي، ولا في جماله ولا في شياكته؟ عشان أنت جهلة. بقول لك أكمل حسين فهمي، انا على فكره بابا يبقى ابن خاله الاستاذ حسين فهمي لازم. والله؟ طب وزي بقى ابن خالته واسمه نفس اسمه؟ علشان تيتا الله يرحمها سميته على اسمه، هي ما كانش بيعيش لها اولاد، فلما جابت حسين ده قالت اسميه على حسين فهمي. ابوك ها؟ ابوك الاقرع. احترمي نفسك يا جميله. اقرع ايه يعني؟ يعني ايه اقرع؟ اقرع بس بكرامته، اقرع بس راجل عنده عزيمه جواه. صدق بعدين يعني بابا هو اللي قال لنا بلاش نجيب سيرة الموضوع ده. ليه؟ علشان بابا دايما بيقول لنا خليكم مستقلين يا ولاد. يا حرام. وبعدين انت تشكي في عيلتي؟ انا المفروض اشك يا جميلة، والمفروض افهم انت مين بالظبط، ويا ترى في البطاقة اسمك جميلة جميلة ولا اسمك لواحظ، وباباكي ده مش باباكي ولا مامتك دي مامتك وجايبينهم من الشارع. والله انا لواحظ؟ على فكرة بقى أنا من عيلة كبيرة جداً، واللي أنت متعرفوش إن جميلة أبو حريد تبقى بنت خالة ماما لازم. إيه؟ جميلة أبو حريد بنت خالة باباكي أنتِ لازم؟ آه. يا شيخة بلا كذب وبلا أنت كذابة قوي يا جميلة. جميلة أبو حريد المناضلة تقرب لكم أنتم يا أولاد الشوارع. إحنا أولاد شوارع؟ أنت هنا تعالى لي قول لي أنتوا مين أنتوا، ولا بتصرفوا منين، ولا الفلوس دي بتجيلكوا إزاي؟ جواسيس أنتوا ولا عملاء؟ والشركه اللي انا فيها دي اللي انا مش عارفه لها بتشتغل في ايه؟ لا عمري شفت فلوس خارجه ولا فلوس داخله.
انتوا مين انتوا؟ احترمي نفسك يا جميله، احترمي نفسك اللي انت بتقوليه ده. ايه ما انت شغاله في نفس الشركه، تعرفيش بتكسب منين؟ لا ما اعرفش. لا تعرفي، ولازم تعرفي ان احنا اغنيه قوي، واغنيه واكبر ناس في البلد دي. باين الشركه اللي انت بتتريق عليها دي قلت لك 100 مره ان انا بشتغل في صمت، في سر ما ينفعش اقول الفلوس اللي داخله والفلوس اللي خارجه. انت تعرفي الاسبوع اللي فات دخل كام في خزنه الشركه؟ كام في خزنه الشركه؟ ما اعرفش. مش هقول لان في سر، ما ينفعش اقول لموظفيني انا بكسب كام، هيحسدوني وهيتكلموا في المرتبات. ضيع الشغل انت. يا هلا، الناس الالمان اتصلوا ولا لسه؟ اوكي. لا مش هنزل جنيه في الساعه، مش هنزل جنيه في الساعه بقول لك. تمام. بقول لك خلي بقى فريد يكلمني دلوقتي. فريد يكلمني دلوقتي. ما تضغطيش على ايه السعر، انا مش حتى نازل. اوكي بسرعه دلوقتي. ماشي ماشي. اديكي شايفه اهو اهو، انت جايه بالصدفه. شايفه اللي بيحصل معايا عامل ازاي؟ ده فجاه كده. فجاه طبعا. اتصلش ليه؟ نعم؟ ما اتصلتش ليه؟ مستني تليفون شغل، ميعاد شغل دلوقتي. شفتي كنت هظلمه. اهو بيتصل اهو بس التليفون سايلنت. سايلنت. الله يرحم. الله يرحم ايه؟ ممكن ارد لو سمحتي؟ الو؟ ايوه يا سيدي، معاك اكمل حسين فهم. لا بخير والله. في شرم. شفتي؟ بيطمن على الاستاذ. عرفت منين؟ معرفوش مين اساسا. مين معايا يا فندم؟ شركة انجلان جينسونز. برافو. لا انا كنت مستني التليفون ده من زمان. لا انا مقتنع دايما ان يعني هتشتغل وتجتهد اي شركة ممكن تكلمك. لا 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 اتفضل طبعا اتفضل. اوكي طبعا مشرفني. لا انا بتكلم ان الاجر لازم تعرف اجري كام. لا في ناس كتير جدا يعني فاهمين كويس قوي انا باخد كام في السوق. يعني 7 مليون جنيه. معلش بخصوص ايه الاول؟ سوري. فيلم روسي مشترك. اوكي والله يشرفني انا، بس يعني روسيا انا ما اشتغلش في روسيا. ما بشتغلش في روسيا، اعمل ايه؟ لا الجو عندي مشكله في التصميم هناك، لو هصمم هنا تصوروا الجزء هنا اوكي. لا لا يشرفني جدا. اوكي خلاص. لا 7 اوكي ما عنديش مشكله. لا ثانيه واحده بس. 7 مليون كمان؟ لا قول لهم 100,000 جنيه. عشوائيه رخيصه، فاهمه الفلوس غلط، الارقام عندك مش متوازنه. 100,000 و7 مليون 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 مش عارفه المليون من الالف. لم نفسك ها؟ لم نفسي ايه بس؟ لم نفسي ايه؟ انت وقعتي دلوقتي. اوكي نتكلم تاني. اوكي باي باي باي. اهو انت جاي على غفله ولا لا؟ اهو اهو عشان تحترم نفسك وتعرفي احنا بنكسب منين كويس. انا اللي مترفع عن الشغل ده، انا اللي بترفع عن الشغل ده. ليه؟ لان مستوايا انا وتصميمي الفني محدش مقدره في البلد دي، مش فاهم حاجه. لكن انت مين؟ انت مين؟ انت ولا حاجه. اطلع بره. ايه؟ بره. طب اهو 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 انا اللي منظمهم. ده انت عبيطه قوي، اتضايقت انا قوي كده. يا رحمة زي ما انت قلت. لا فعلا عند الام صح، برافو عليكي. جاي تسالني اسئله واحنا بنكسب منين وانتوا مين بيبقوا لكم وحاجات ملهاش اي معنى. لا يا ماما ازاي فهمتها ان احنا اغنياء قوي 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 وان انا بكسب فلوس كتير. طب اعمل ايه يا ماما؟ طب انا مالي؟ طب استني لما اجي وهزقيني في البيت. يا ماما بلاش تليفون وبيت. يا ماما انا كده هكتئب والمصحف. ايه جميله اللي طلعت لي دي في الحياه فجاه؟ ايه جميله دي اللي خدتني من صحابي من حياتي ليه؟
السكرتيرة هالة، الموظفين اللي جايين بخصوص الاختبارات يدخلوا لي دلوقتي. اتنين بس؟ بتقولي لي ليه؟ بتقولي لي ليه؟ سيبيها مفاجأة. طيب اوكي، دخليهم بالدور. دي استقالتك؟ لا، ده السي في بتاعي. الايه؟ السي في بتاعي. السي في بتاعك؟ سي في؟ ده ايه البدايه المبشره دي؟ ايه ده؟ انت راجل كبير ولا عيل صغير ولا ايه؟ كل الناس احتاروا في شكلي. طب بالنسبه للشنب، انت مصر عليه ولا ما عنديش موظفين هنا بشنبات خالص؟ يا فندم، الموضوع كله ان انا مولود بشنبي وانا صغير. يعني ايه مولود بشنبك وانت صغير؟ جينات العيله كلها كده. سبحان الله. طب انا بحترم صراحتك جدا، وخلينا نبدا الاختبارات. هل تحب اسمعك ولا اشوف السي في؟ السي في بتاعك؟ يا ريت تسمع السي في بتاعي مني. اتفضل. 150 كوباية شاي. ثواني. خير؟ 150 كوباية شاي وانت شغال؟ انت كده هتخرب بيتي. لا، حضرتك فهمتني غلط. علي 50. علي مين؟ علي 50 اسم الشغل. فويس بوي؟ بالظبط كده فعلا. فويس ايه؟ اوفيس بو؟ انت بوفيه؟ انا بوفيه. بوفيه ايه؟ بوفيه ايه؟ وانا اول ما اعمل اختبارات في حياتي يجي لي بوفيه؟ انا عارف موظفين. بقول يا فندم، لو عرفت السي في بتاعي هتغير رايك. ما تسمعنا السي في، وريني السي في بتاعك. قول. 150 كوبايه شاي، 75 كشري، و75 فتله في كذا شركة مختلفة. بسم الله ما شاء الله. بالنسبة للشاي بلبن، أنا ما بشتغلش فيه ساعات. لا والله. ده أنت عندك كمان مبدأ. طبعا يا فندم. طب لو أنا مثلا كصاحب شركة قلت لك أنا نفسي أشرب شاي بلبن. معلش أعذرني. ليه بقى أعذرك ليه؟ عندي مشاكل مع الشاي بلبن. ولد صريح جدا، برافو عليك. طب ممكن أعرف إيه المشكلة اللي بينك وبين الشاي بلبن؟ أقول لحضرتك. اتفضل. أنا كنت شغال في قهوة بلدي. دخل عليا ضابط كان في مهمة سرية. طلب مني شاي بلبن، قال لي طبعا عشان هو ما يعرفش اسمي. شاي بلبن لو سمحت. فجبت له الشاي بلبن. شرب الشاي بلبن، بعد 5 دقايق لقيته مسك بطني وقعد يقول مات. الطب الشرعي اكتشف ان اخر حاجه شربها كان الشاي بلبن بتاعي. دخلت في سين وجيم وحا وخا كل الحروف. بس الحمد لله اكتشفوا ان اللبن كان بايظ، فحبسوا اللبان وشمعوا المحل بتاعه، وانا خرجت من السجن بعديها بسنتين. سنتين في شاي بلبن؟ طبعا يا فندم. ده انت عانيت كتير جدا. بس انا المشكله عندي علي 50 ان انا مش محتاج بوفيه. احنا هنا عندنا اي حد بيطلب حاجه بيقوم يعملها لنفسه، يعني انا هدفع منين الكلام ده؟ حضرتك يا فندم لو عرفت يعني انا بعمل ايه غير الشاي هتقول لي هتشتغل على طول. بالثقه دي الولد ده، انا مبسوط بيك وبثقتك بنفسك. طب خلينا نتكلم في حاجه تانية. بالنسبه للقهوه، انا ما بنامش كتير وبشرب قهوه اول ما باجي. القهوه ايه ظروفك مع القهوه؟ 300 كوبايه قهوه. زعق ليه؟ طيب زعق ليه؟ معلش انا بيجي لي الحماس لما بتكلم عن نفسي. لا اتحمس من جواك بالراحه كده. انا اسف يا فندم. اتفضل. 300 كوبايه قهوه. اوكي. 150 زياده و150 مظبوط. والسيادة؟ لا ما بشتغلش فيها فعلا. ليه؟ مش تخصصي. مش تخصصك السيادة؟ بالظبط. ولو طلبت انا سيادة؟ لا ما اقدرش يا فندم، هعملها لك وحشة جدا. ده الولد صريح جدا. طبعا انا بحييك جدا على صراحتك بجد يعني. طب بالنسبة للكوفي ميكس والحاجات الاتنين في واحد؟ على فكرة زيها زي القهوة، ولكنكم تحبون الكفار. برافو برافو، انا منبهر بيك جدا. بس انا عندي مشكله صغيره. انا اي حد بيدخل لي هنا بيعمل اختبارات في الشركه، انا مش عارف اختبرك ازاي. طيب يا فندم من غير اختبار انا جاهز جدا. وادي احلى كوبايه قهوه ممكن تشربها من اي حد. برافو. انت هايل قوي. انت ايه الجمال ده؟ انت فعلا مجتهد، انا مبسوط بيك جدا. انت فعلا انت اللي تستحق اللقب وتستحق ان انت تشتغل، لانك مجتهد جدا. انا مبسوط اني عرفتك علي 50 بجد. ميرسي يا فندم. ميرسي جدا. بس قبل ما تشرب القهوه، انا عايز اقول لك ان انا واخد المركز الثالث من اهم 3 بيعملوا قهوه في العاصمه. برافو. ومش كده بس، لا دي جايزه موثقه من البون البرازيلي اللي في سفينكس. اوه، وصلت سفنكس كمان يا 50؟ طبعا. برافو جدا. اتفضل اشرب القهوه يا استاذ. ادوق؟ طبعا.
بكل ثقة. على ضمانتك. على ضمانتي. القرف ده. لا. لا ايه الثقة اللي انت داخل بيها؟ ما تسمحليش، ايه القرف ده؟ معفنة جدا. لو سمحت ما اسمحلكش، مش معنى ان القهوة طلعت وحشة مني المرة دي يبقى انا وحش. والله العظيم. طبعا، كل بني ادم خطأ يا فندم. الواد ردوده جاهزة وواثق من نفسه وصريح جدا. بجد انا مش عارف اقول لك ايه، مش عارف الاقي لك مخرج بصراحة. نقول نتوكل على الله؟ انت جاي تخلص في شقة، نتوكل على الله في ايه يا ابني؟ أكمل بيه. ابوس ايدك. لا يا ابني، ابوس ايدك، انا محتاج الشغلانه دي. طب ايه ده؟ طب انا لو ما اشتغلتش هنتحر يا اكمل بيه. لا تنتحر ليه؟ تنتحر ليه؟ بسبب انا؟ طب خلاص حبيبي، شغلني يا اكمل بيه. حاضر 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 حاضر. خلاص انا هحترم فيك صراحتك واحترم فيك ان انت جاهز، ومش مشكله. اوكي هنسى القهوه دي خالص. طب. بس تجتهد وما تقولش السي في ده لحد تاني. تمام. السي في، السي في، ورينا اشوف ايه في السي في. ما تشوفش حاجة أكمل. اشوف ايه اللي في السي في. لا خلاص يا ماشي. ليه؟ ماشي. 50 اعتبر نفسك من النهاردة شغال في شركة أكمل حسين فهد. بس على شرط. اشرط. هتكون عصفورة في المكتب. رويتر. أي حاجة تحصل في المكتب، همسة، كلمة، عتاب، لحظة، تكون أنت سامعها. اعتبرني هبقى ودنك يا اكمل بيه. برافو. اوكي. وحاجه تانيه مهمه جدا. ايه؟ طول ما انا معدي في الشركه ربنا يخليك لينا يا اكمل بيه، مش عارفين من غيرك هنعمل ايه. ربنا يخليك يا اكمل بيه، من غيرك مش عارفين هنعمل ايه. ده تحذير؟ لا خالص، عايزها من جواك. تمام. من جواك. تعالى بس انفعالي. اوكي؟ حاضر. حاسك فيك؟ ثق فيا. وراء كل اوفيس فويس عظيم اكمل حسين فهمي. وراء كل فويس انت بتقول ايه؟ ماشي علي، ماشي. 50 اكمل بيه، احنا ما اتكلمناش في الاجر. اجر ايه؟ اجر ايه؟ اجر على ايه؟ على القرف اللي انت عامله ده؟ انا هشغلك. ماشي عايش. ماشي 50 براحتك. ماشي 50. قول لي بقى، كنت بتاخد كام في الشركات التانية؟ 50. أنا كنت باخد في الشركات التانية 17,000 جنيه. خير؟ مع خصومات الضرايب والضريبة المضافة والدمغات بيوصلوا ل1500 يعني. نعم؟ مع الضغط ويعني والمحايلة ممكن اخد 485 و65 قرش عادي. انسى انسى 50. لو صاحب الشركة هيديك 50 جنيه بس. يبقى مبروك عليك نفسي يا اكمل بيه. مبروك عليك الشركة يا علي 50. العقد فين؟ العقد كلمة والكلمة عقد، واجمل حسين فهمي كلمته عقد. اوكي. ايدي بقى تعبتني خلاص، كفاية، ما احنا اتفقنا. خلاص اتفقنا. يلا. تعمليش أي حاجة أشربها، ها؟ الفل. تمام؟ تمام يا فندم. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولد مجتهد قوي، مجتهد. يلا اعمل لهم طلبات إن شاء الله يهمني كلهم في الشركة. ايوه يا منير، مين حمدية دي؟ رقصة من شارع محمد علي وعالم من الاعلام. احنا مش عايزينها فرح يا منير، احنا عايزينها عشان انت اقنعتها خلاص. طب برافو عليك يا منير. اتعرفت عليها ازاي بقى؟ اتعرفت على حمدية الرقصة ازاي؟ منير، منير، الو يا منير. أبوكي خلاص لقنا الحل اللي هيخلينا نقعد عند رحمة شهر واتنين وتلاتة مبرطعين ومحدش يعرف يطلعنا من جوه. بجد يا ماما؟ طب ايه هو؟ حمدية رقاصة من شارع محمد علي وعلم من أعلام الرقص الشرقي في القطر العربي. ايه يا ماما حمدية دي ورقص الشرقي اللي بتكلمي عنه؟ حمدية الرقاصة دي هتيجي العمارة عندنا. طبعا أبوكي متفق معاها ومقريها وماضي كمان عقد معاها. هتيجي تقول إن الشقة دي اللي احنا قاعدين فيها بتاعتها وهي مأجرة شهر واتنين وتلاتة. ساعتها احنا إيه؟ لازم نتكرش برا. لما نتكرش برا هنروح فين؟ ده احنا ولاية وغلابة ومعانا أبوكي وليا وغلبانة. هنروح عند جيراننا اللي في الوش
وطبعا اكمل وابوه اول ما يشوفوني انا وانتي هيعملوا ايه؟ هيمسكوا فينا بايديهم واسنانهم. معزه قديمه بقى وحب قديم والعشق العشق والقلب القلب والحب الحب. يا ابن الايه يا بابا يا ابو الافكار؟ حلو اقول الفكره دي يا ماما عجبتني. وساعتها بقى هنضطر نقعد عندهم شهر واتنين وتلاته لغايه ما حمديه الرقاصه الشرسه ام لسان طويل ما تخلص مده الايجار بتاعها وتمشي. والله العظيم فكره عظيمه عجبتني. ايه رايك بقى في ابوكي؟ بابا ده مية مية بتجيب من الاخر. بس في حاجه بقى انا واقفه عندها دلوقتي. ايه؟ اتعرف ازاي على حمديه الرقاصه بتاعت شارع محمد علي اللي علم من اعلام الرقص؟ وده وقته يا ماما، ده وقته. احنا دلوقتي داخلين مهمه قوميه. ده وقته وقته وقته. عرف الرقاصه ازاي يا ماما؟ ركزي معايا، احنا لازم نركز دلوقتي ازاي هننفذ بقى الخطه دي. يا بنتي ابوكي كل خبرته يروح السوق يجيب ملوخيه صاحيه، يجيب بسله حلوه، يجيب لوبيا ناشفه، لكن يعرف رقاصه من شارع محمد علي؟ لا. اه يا حسين انا خلاص دخلت. ايه؟ لا انا معاك للاخر، بس اسمع ورحمه ابويا لو عرفت ان الموضوع في عكل اقلبها فوق دماغك، ايه رايك؟ ماشي سلام. الو؟ ايوه يا واجه مهمشة. بقول لك ايه، الغسيل في الحمام ده تنقعه كويس قوي، والاكل البايت في التلاجه ده ترميه، سامع؟ ايوه انا كلمت ام مرمش اصلا عشان تودي لها الغسيل. يلا سلام. ايه ده؟ انت مين؟ انت اللي مين؟ انا المنامين، انا صاحبه البيت يا حبيبتي. اه يبقى انت هدى. ايش عرفك ان انا هدى؟ طب والنبي يا اختي انت جميله وزي القمر اهو. ما قاليش ده اللي يعني انك لا مؤاخذه انت وبنتك مخبولين يعني. مخبولين؟ مين ده اللي قالك ان انا وبنتي مخبولين؟ مين؟ هو انتي يا بنت الايه؟ هو انتي اللي منير يعني يكلمك علشان خاطر تيجي وتقعدي في الشقه صح؟ ايوه صح. ايه ايه مالك بتبصي لي كده ليه؟ اصل انا اول مره اقعد مع رقاصه. وده بقى حلو ولا وحش؟ يعني هو لا حلو ولا وحش، يعني هو حاجه حيادي كده يعني. بقول لك ايه؟ تشتغلي معايا؟ اشتغل معاكي ايه؟ رقاصه. رقاصه؟ ايوه. والبس بدله رقص؟ واغير في النمره ثلاث اربع بدل؟ احلى بدل. وتنزل عليها النقطه ترف؟ هديكي 200 جنيه غير الاكل والشرب واللازم منه. ايه اللازم منه ده؟ يعني لو فتحت يبقى ليكي عموله. افتح ايه؟ ازازه. افتح ازازه؟ ازازه ايه؟ ازازه. بقول لك يا ست انتي، انت جايه هنا في مهمه محدده ليها وقت محدد، تخلصيها وتتكلي على الله. الله، هو انا عملت حاجه غلط ولا ايه؟ ولا غلط ولا صح، نقطينا بسكاتك. هديكي على الازازه 100 جنيه. 100 جنيه ايه يا ست انتي؟ شوفي بقى كم ازازه في اليوم. هو انا ممكن افتح كام ازازه في اليوم؟ انتي شطارتك بقى. طب مواعيد العمل من امتى لامتى؟ انتي تحبي من امتى؟ انا بحب اشتغل الصبح. صبح؟ صبح ايه يا اختي؟ احنا هنبيع لبن. بس ما دام انتي عايزه الصبح ممكن نخليها من بالليل للصبح. المهم ما اتاخرش الصبح. بس تيجي بالليل. اجي بالليل. وتمشي الصبح. امشي الصبح. شوفي بقى ايه رايك؟ طب والمواصلات على مين؟ علينا يا حبيبتي. والسكن على مين؟ برضو علينا. طب في تامينات اجتماعيه؟ في كل اللي انتي عاوزاه. طب اجي لوحدي ولا معايا مرافق؟ لوحدك طبعا، احنا عايزينك بطولك. طب افكر. بابا جاهزه؟ جاهزه؟ جاهزه لايه؟ حمديه جت رحمه وحسين واكمل في شقتهم، يعني هي هتطردنا دلوقتي. طيب بس انا بقى اروح اجيب هدومي الاول. لا 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 لا، خلينا نخرج كده عشان ما تاخدش بالها اننا كنا مستعدين، والا هتفهم احنا عاملين ايه. صح يا بابا عندك حق. طب يلا بينا. يلا ستي.
اهلا 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 ست حمديه، البيت نور. منير، ممكن يعني نقول ان هي طردتك انت وجميله، وسيبني انا، سيبني انا، سيبني انا عشان افضل قاعده معاها. ليه بقى؟ عشان خاطر يعني اتعلم منها حاجات كتير، دي كنز، رقاصه متمكنه محترفه، اسيبها تعدي كده عادي؟ ماما ده وقته يا ماما، عايزين نشوف شغلنا. يا حبيبتي انا فايتني حاجات كتير في فن الرقص، فايتني البروتة والبروتة دبل والبروتة كروس وهز الصدر وهز الرقبه اللي هي دي، عارفه دي حاجات كتير فايتني، محتاجه اتعلمها بتركيز وهي موجوده، نستغل الفرصه. ايه ده انت ليه واخده وضع استعداد؟ هرضح. هترضح؟ طب بصي اثبتي مكانك، فيكس فيكس كادر، جايالك جايالك. بتعملي يا ماما؟ يا حبيبتي بصور اللحظة، هو الردح ده موجود في الشارع كل يوم ولا ايه؟ دي حاجة بتيجي كل فين وفين، الردح المتمكن اللي أصول لتاريخ لخلفية من أيام الأبيض وأسود، من أيام الأجانب جوه مصر. يلا جوز البطة وحتة فرخة صغيرة. جرى يا غادر. ايه في ايه؟ الساعة دي ساقتي ومش هسيبها، وأعلى ما في خيركم يركبوه. لا لا بصي بصي يا حمدية، احنا عايزين الحاجات اللي بعد كده بقى، اللي أعلى من كده، يعني الحاجات الأوفر دي، عارفاها؟ يعني ايه؟ يعني مثلا يا عمر يا الدلعادي، الحاجات دي. بس يا حبيبتي الخناقة دي مش بتاعت الدلعادي ولا يا عمر؟ ايه ده؟ يعني ايه مش فاهمة؟ يعني كل خناقة وليها مصطلحاتها، ما ينفعش يا حبيبتي ادخل ده على ده كده، غلط. امال عمر والدلعادي والحاجات دي بتبقى في انهي خناقة؟ لما اقول يا حبيبتي الدلعادي لما يكون في خناقة في طريق، في حارة، مع واحدة ست. اما بقى لو هقول يا عمر فالخناقة لازم يكون فيها راجل، راجل ومرات، واحدة ست، اخ واخته كده يعني. طب ما فيش يا منير. في كل حاجة بس كله بتمنه يا جماعة، كله مدروس، كله معروف، كله متشاف قبل كده. ممكن تنزلوا اي مكتبة من مكاتب وسط البلد تطلعوا على المراجع دي والكتب دي، الردح ده فن، ده فكر، فكر مش اعتباطا كده. على كل حال يا حبيبتي بتعالي وانا اعلمك كل حاجة، اتفضلوا بقى عشان عايزة ارتاح عشان عندي شغل بالليل. اه وانتي رايحة شغل؟ ايوه. رايحة الكباريه؟ ايوه. لوحدك؟ هتيجي؟ ينفع يبقى 150 جنيه على كل ازازه بدل 100؟ انت وشطرت ماما، ايه اللي بتقوليه ده؟ اصل هم عايزين حد يطرز لهم البدل، لان مهنه التطريز بتاع بدل الرقص دي نضرت قوي الايام دي. ممكن بقى تتفضل عشان عايزه ارتاح عندي شغل. يا جماعه ادوها لحظه، ساعه تتامل فيها السقف، لان انا داخله على شغل. الرقص ده عرق، مجهود، حياه، ناس ما بتقدرش الفن. يلا بقى. عايز تقولي كلمه لجمهورك قبل ما اقفل الكاسيت؟ احب اقول لك ممكن يبقوا 200 جنيه بجد؟ بجد يا ده غير القبض اليومي ومعنا التأمينات الاجتماعية. ولا حاجة، والله مواصلات عليك. انت قلتي انت عايزة كله. ماشي. حاضر حاضر يا اللي عندنا. حاضر، ما انا جاي اهو. والله انا على وشك افتح، ما هو الاستفزاز ده وحش لان انا ورا الباب. خلاص خلاص افتح. البرادة دي في ايه؟ ها؟ في ايه؟ الحقنا يا اكمل الحقنا. ماشي، ايه اللي حصل عشان اعرف الحقكم بقى؟ الحقنا يا اكمل الحقنا. طب اتكلم انت يا عم. ما هي بتتكلم. ايوه، ما هي ما قالتش غير الحقنا يا اكمل الحقنا. ما هو ده الكلام. افهم انا ايه طيب؟ قولي لي انت يا جميله. الحقنا يا اكمل الحقنا الحقنا. هي يا جماعه انتوا بتصعبوا عليا ليه؟ قولوا لي في ايه علشان اتاثر معاكم. هي قالت لك الحقنا يا اكمل الحقنا. طب اعملها ازاي انا بقى دي؟ المفروض انا اقول لك. قولي لي الحقنا يا اكمل الحقنا. لا بجد مش عارف ازعل على ايه. طيب ازعل على ايه؟ روح اسالها. ايه يا طنط؟ ايه يا حبيبتي؟ الحقكم من ايه؟ مش قادره يا اكمل احكي، مش قادره. اللي حصل لنا لا يتقال ولا ينكتب ولا ينحكي. امال جايين لنا ليه؟ طب انا مش هعرف حاجه دلوقتي. احنا جعنا خلاص يا اكمل، احنا اتشربنا. ايوه كلها حاجات شبه بعض. احنا ترمينا في الشارع يا اكمل، حتى هدومنا مش عارفين ناخدها يا اكمل. سبت الشرسه مفتريه، قعدت برطعت في الشقه واحتلتها. ايه العياط الابرالي ده؟ ما تهدوا يا طنط عشان افهم، مين الست دي يا جميله؟ ما نعرفش، واحده كده دي احتلت شقتنا يا اجمل. احتلت الشقه؟ اه. يعني ايه؟ يعني ايه؟ لا لو وصلت الاحتلال لازم تفهم ان في رجاله في المنطقه. لا مفيش رجاله في المنطقه. ايه الاستسلام ده يا عم منير؟ في ايه؟ لا في رجاله ورجاله قوي كمان. معلش بقى، انتوا جيتوا هنا وشايفين ان انا يعني كيوت قوي؟ لا انا ليا مغامرات كتير جدا. ها
على فكرة يا عم، سنة 98 كان في جيران تانية ساكنين عندنا هنا، سبع بنات. سبع بنات دول كانوا بيدرسوا في الجامعة المفتوحة، شلة أخدين شقة لوحدهم. وفي يوم من الأيام الساعة 3:30 بالليل أو 4:30 عشان ما بقاش كذاب يعني، فجأة لقيت صوت سويت جدا، يا لهوتي يا مامتي. قمت مش مفزوع من النوم ولا حاجة، لأن صوت تحفة جدا. تخيل لما أنت تسمع الحقوني الحقوني يا جماعة. طلعت أجري على ملا وشي، فتحت الباب لقيت حرامي ضخم قوي يا عم منير، وعضلاته إيه؟ البنش لازق في الرقبة هنا، مش عارف يعمل كده من الحتة دي. وفجأة عم منير دققت النظر، لقيته معاه أسلحة بيضة وشلاكشنكوف، معاش عارف الشلاكشنكوف؟ آه. ومعاه أسلحة كتير جدا. رحت طالع أجري 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 في عزمة ما عندي، ورحت متصل بالبوليس. كويس، والبوليس جه؟ جه، وجه في الوقت المناسب. إيه الجهد اللي أنت بذلته في الموقف ده؟ ان انا اتصلت بالبوليس في الوقت المناسب. اها، واحد غير يا طنط كان ممكن يتصل في الوقت الغير مناسب، فالبوليس يجي في الوقت الغير انسب للمناسب، فالحرامي يبقى بالنسبه له مناسبه سعيده ان هو خلاص يهرب بقى. لا لا لا، انت فعلا بذلت جهد عظيم. وعشان كده يا عمو انا لازم ارجع انتصارات الماضي. انا هروح للست دي. استنى يا اكمل، ما تروحش، انت لسه شاب صغير. أنا راجل كبير يا ابني، شبعت من الدنيا، أنا اللي هروح. لا استنى يا عم، أنت راجل كبير ولسه الدنيا خلصت قدامك، أنا اللي لسه صغير ولسه ما شبعتش من الدنيا، أنا اللي هروح. لا استنى يا أكمل، أنا واحدة ست أقدر أتعامل مع ست زيها، لكن أنت لو قربت لها ممكن تلبسك قضية تحرش. أنا اللي هروح. استنى يا ماما، أنا بنتك يا أمي، أنا فداكي، أنا اللي هروح. استني يا جميلة، حلوة أوي حلوة أوي، عجبتني جدا. بس الغريبة إن مفيش حد راح. ما حدش راح، بس فكرنا يعني ده مجهود إحنا نشكر عليه. طب يا جماعة لحد ما تشوفوا مين هيروح ومين هيستنى إيه اللي يروح، أنا هقعد أريح شوية هنا. إيه؟ تقعد فين هنا؟ تقعد على الكرسي ده بتاعنا؟ ليه؟ ليه يا طنط؟ ليه؟ ليه يا حبيبتي؟ أنتِ قلتي نقعد فين؟ هنقعد هنا. وانتوا خدتوا رأي هنا في القعدة هنا؟ ما هو هنا مع الوقت هيتعود. ده انتوا خدتوا رأيكم انتوا. لا يا طنط، لا مش هينفع، لسبب، لأن هنا ممكن يتخنق مننا، فبلاش نقعد عندنا، صح ولا ايه؟ وبعدين انا شايف ان الحل ممكن يجي دلوقتي حالا، ليه ما نشوفش حل دلوقتي؟ طب افرض الحل اتأخر يا حبيبي، معلش انا اقعد هنا لغاية ما انتوا تفكروا. لا يا طنط، الحل جه، بس لازم ندرس الموقف كويس. ايوه، أنا كصاحب شركة يا عم منير بعمل إيه في المواقف اللي زي دي؟ بعمل إيه؟ إيه؟ بعمل حاجة مهمة جداً، بدرس الموقف كويس جداً، أفتح الملف، أبدأ أحط الاحتمالات الواردة، وأبدأ أحط الخسائر الأول قبل ما أشوف. طب إيه؟ طب ما تحط براحتك، هقعد هنا يا ستي. اسمعينا يا طنط، ما إحنا كلنا واقفين مع بعض بنتكلم أهو. بس أنا جات لي فكرة. إيه؟ وفكرة تانية. يا سلام، بس الفكرة الأولانية أحلى. لا التانية أذكى. صدق فعلا أذكى؟ أما عملت مقارنة بين الاثنين طلعت التانية أذكى من الأولانية. صح، شفت؟ عشان تصرع وحش. تعبت يا ابني، مش قادرة. طب لغاية ما تشوفوا الأفكار الأولانية والتانية أقعد بس أنا. يا ستي استنينا بقى يا طنط بقى عشان نقول الأفكار، معلش عليك وقفي كده. أنا برضو محتار ما بين الأولانية والتانية. أعمل إيه؟ تعمل ايه؟ هي مشكلة في الحقيقة. لا ممكن نقول حادي بادي ونوصل لنتيجة كويسة. حادي بادي ايه ده، صاحب شركة. خلاص تعالوا. يا ستي استنينا بقى يا طنط بقى عشان نقول الأفكار، معلش حضرتك وقفي كده. أنا برضو محتار ما بين الأولانية والتانية. أعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هي مشكلة في الحقيقة. لا ممكن نقول حادي بادي ونوصل لنتيجة كويسة. حادي بادي ايه ده، صاحب شركة. خلاص تعالوا. لا 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 لا، فيها خطورة. لا عادي جدا، انا اللي هتحمل خطورة. لا معلش ارجوك، دي بس خطوة. نلغيها؟ بلاش بلاش دي. اوكي جميلة، هنا اللي تروح. لا 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 لا، اكمل حين تفهمش على كده. طب انت ترضى لي؟ انا بصراحة ارضى لها. يعني انت ترضى لها؟ انا شايف الموضوع عادي جدا جدا جدا. انت كباباها ترضى لها؟ لا مرضاش. انت لو عندك اخوات بنات ما تطلبش الطلب ده.
خلاص يا عم منير سوري تعالوا. لا 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 افرض البوليس طب علينا ياخد منير؟ لا ما انت ما تروحش معاهم. لا البوليس عارف ان انا من اخر حبسه ماشي زي السيف. عشان ظهر وجعني بقى. اه وانا حاسس ان احنا نزلنا كتير قوي وكان ممكن نقول حاجات من هنا عادي جدا. ممكن يا ابني بس لغايه ما تطلعوا وتنزلوا بس اريح بس هنا. لا استني بس يا طنط خلاص انا جات لي فكره وانا اللي هنفذها ما تقلقوش. اكمل خد بالك من نفسك يا ابني احنا عايزينك خد بالك من نفسك. وانا اذن انا كمان انت بتقلقني ليه انا متوتر اساسا. خلاص انا هتماسك انا مش هبكي خلاص. ماشي وانت هتتمسكي؟ ماشي اتمسكي يا طنط. لا انا هقعد هنا لغايه ما انت تروح وتيجي. خلاص تقعد بقى عشان يعني زهقت اوكي؟ بس بقى مش عايز اشوف الدموع دي في عينيك. اكمل ممكن اقعد انا وهم هنا لغايه ما انت ترجع ها؟ يلا نقعد. انت صدقت يا ست هدى انا قلت لك لا. يلا نقعد. لا لا يا بيبي هو انا عمري جبتك في شقه وحشه ولا حاجه كده ولا كده؟ مالك قلقان من ايه؟ ايه؟ لا اتكسف. لا لا يا بيبي. بس اسمع المره دي تكون مواعيدك مظبوط مش كل مره يا بيبي كده تجيب مواعيد اخر. ايه ده؟ لا يا روحي. ايه؟ عايز تصبيره؟ طيب. باي باي بقى يا بيبي مستنياك يا حياتي. ايه ده بالسرعه دي بيبي؟ مخابرات المخابرات الدوليه العامه الخاصه الشامله هل انت السيده المستوليه على الشقه؟ ما تخافش مفيش خشاشان بينا كلامي واضح هل انت السيده التي قمت بالاستيلاء على شقه المواطنين؟ انت بتتكلمي مع الملازم اول نقيب احمد اشرف احمد خالد بابايا العيله كلها في القانون. يا امي خفت انا. يا ابني انت اللي بتخاف بالطريقه دي. هل انت المدعوقه المدعوقه المديء حضرتك مدام حمديه سيد احمد؟ لا انا حمديه حسين بس انت بقى لو عايزها السيد احمد انا ما عنديش مانع. عذرا معلش اصل يعني طبيعه شغلنا بتخلينا بننسى الحمديات كتير لان كم حمديه بيعدوا علينا كل يوم. انا جيت هنا بصفه شخصيه من محضر رقم 1934 لسنه 1812 بيقول ليس من حق اي سيده ولا اي مواطن التعدي على شقه مواطن اخر في مواطنه معه. اذا ليس من حقك ولست من حقك وليس من حقك سيدتي. يو انت مالك حامي كده ليه؟ انت بتكلمي قرن فلفل ولا ايه؟ احترمي نفسك. انت بتكلمي مين؟ شوفي الكارت احمد اشرف يسري اهو اهو. انت بقى اكمل مش كده؟ اه انا اكمل. اكمل ايه؟ اكمل ايه؟ ما انا مغير صوتي وعامل ما هم بيعملوا كده مش هم بيتنرفزوا كده. انت عرفتيني ازاي طيب؟ ما انا قاعد متنكر بقالي ساعه. اصل انا بقى يا بيبي عندي الحاسه السادسه. ومين اللي اداكي المركز ده؟ قلبي. تعرف ان انت وسيم قوي؟ عارف عارف الموضوع ده. عارفه ان صحابي كانوا بيقولوا لي اكمل انت وسيم قوي وينفع تنافس نفساء العالم وسماء العالم كلهم. عارفه ان انا خدت جايزه الملامح المختلفه مرتين؟ فعلا؟ ايوه وخدت جايزه امور الجامعه بلا منازع على مستوى جامعات مصر كلها. عندهم حق. على فكره انا فاتك قوي. وماليش امان ولازم تحذري الناس مني لان انا بصراحه يعني ياما شحططت بنات ناس وعملت قصص كبيره جدا فاهمه وعملت حركات ما حدش يقدر يعملها غيري. عارفه ما انا شفتك عندي اكتر من مره في الكباريه. كباريه ايه؟ لا 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 يا حمديه هانم انا عمري ما اروح كباريهات ابدا ابدا ابدا. ازاي يعني؟ شفتك وكمان بالاماره معاك البت المعصعصه كده اللي ملهاش وسط ملهاش اي لازمه. اه رفيعه خالص؟ اه سوها سوها كانت معانا سوها كانت معانا بس مش هينفع مش هينفع تقولي لحد الموضوع ده حضرتك اصل سوها كانت نازله ما ينفعش حد يعرف انها في كباريه دي بنت ملتزمه وبعدين انا هنا في العيله بتاعتي تعرف ان انا ملتزم جدا فيا ريت حضرتك يعني ما تقوليش الموضوع ده. ايوه بس ده مش ببلاش. لا يا حمدية يا هانم انا ابن ناس
وما بيعش نفسي بالرخيص. انت كنت جاي هنا منين؟ انت اللي جيتي دلوقتي هنا ليه؟ بص يا ست حمديه ونفسي ايدك بس معلش. بصراحه يا ست حمديه كده احنا عندنا تقليد هنا في العماره، يعني اي حد بيجي ضيف جديد في العماره ويبقى جيران لازم اكمل يرحب بيه. انت كذاب، انت كنت جاي عشان تقولي اطلعي بره 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 بره. بصراحه انا كذاب وكنت جاي اقول لك اطلعي بره، بس انا اللي اطلع بره وانت تعيشي هنا. انا عايز اعيش معاها، انا عايز اعيش معاها. ست حمديه، يا ست حمديه مين اللي قال الكلام ده؟ حد يطلعك من الشقه وانا اقدر؟ تقدر. عارف انا عامله زي البطاط اللي بيلزق كده وما بيطلعش الا بتقبل البلد. طب لو طبلنا له بلدي؟ لا برضه ما يطلعش. طب لو ضغطنا على البلدي؟ يا بيبي ما يطلعش ابدا. طب لو شفنا للوطوط عيش احلى من العيش اللي هو قاعد فيه؟ لا يا بيبي، انا هنا بقى الشقه عجباني ومش هطلع منها، ولا ابدا فيها ولا ازق فيها. لا ابدا فيها ولا ازق فيها. طب بصي بقى، انا هاجي لك دغري بقى يا ست حمديه. شوفي انت يعني ست يعني بتصرف كبريات وعارفه اكيد، يعني انا هكلمك باللغه دي اكيد يعني قلبك كبير وياما تفضفض له، فاسمحي لي افضفض لك. الشقه دي بتاعت البت بتاعتي، والبت بتاعتي في مشاكل بيني وبينها بسبب مين؟ ان امي مش عايزه ان البت بتاعتي تبقى البت بتاعتي، فابويا بالنسبه له البت بتاعتي هي البت بتاعته، لان هو اي بت بتاعته. انت فاهمه الموضوع؟ مش فاهمه طبعا، بس انا لازم علشان اثبت لامي والبت بتاعتي ان الشقه دي بتاعت البت بتاعتي، فلازم ارجع للبت بتاعتي الشقه بتاعتها عشان ابقى انا عملت بطوله كبيره. يعني عشان تبان انت بطل الابطال اترمى انا في الشارع. مين ده الحيوان اللي بيجي في الشارع؟ انت ما تترميش في الشارع، ده هم اللي يترموه في الشارع. عياتي طلعي اللي جواكي فضفضي. انت برج ايه؟ القوس. القوس يا حرام، اللي هم عاملين كده دول بيعانوا كتير قوي. حمديه انت دلعك ايه؟ طماطم ولا شاذليه؟ لا طماطمايه. طماطمايه ما تعيطيش. بعدين ما حدش يقدر يطردك من الشقه دي. ليه بقى؟ عشان انت حاضنه للشقه، ولو عايزاني اشهد معاكي انا حاضن معاكي. الله، هي الدنيا طارت يا ساتر. اهلا بالقمر. اهلا يا سي حسين. اتاخرت ليه؟ الجرس كان هيدخن تحت صبعي وانا كنت هجيب قعده الفتيس دلوقتي وزيت دي غرقت الدنيا بره. يا اهلا بيكي. الناس دي وحشه خالص، تخيل مفيش اي حاجه كلها في الثلاجه. الشقه دي ابني حر قوي، مش طايق. وبعدين اكل ايه؟ اكل ايه يا فله؟ اكل ايه يا فندام؟ انت داخله مصمت؟ احنا هنقعد نتسامر مع بعض، نلاطف بعض، نكلم بعض، انا ما صدقت لقيتك. نلاطف ايه ونتكلم ايه؟ يا شيخ بقول لك جعانه ايه بس؟ انا عارف القطعيه والشاسيه اللي قدامي ده بيحرق كتير وبيجوع بسرعه، لكن هاكلك واشربك واللي انت عاوزاه. انت ما تخليش النهارده انا فرحان قد ايه؟ النهارده يوم عيد، العيد فرحه ساعدنا بيها. الله والعيد فرحه بقى، مش خايف من مراتك؟ قصدك رحمه هتلر؟ هتلر مره واحده. ايوه هتلر، بس انا بسميها كده عشان هي عايزه تبقى رئيسه حزب نازي هتلري ومش مركزه معايا خالص. انا عايزك بقى تركزي معايا وتعوضيني كل الاحزاب اللي راحت مني في حياتي. بقول لك ايه، انت بتحبي عصافير الكناريا؟ اشمعنى؟ اصل في عصفور كناري صومالي مدوخني في اوضه منير هنا، عايزك تقفشيه معايا. انا ممكن اقلع النضاره واقلع اي حاجه عشان نقفش العصفور ده. انا طول عمري كنت مكسور الجناح. تعالي تعالي يلا نقفشه. يلا نقفشه. اتفضلي يا جميله، اتفضلي. شوفي يا جميله، من النهارده مفيش أحزان، مفيش أوهام، من النهاردة جرح مفيش، ده كمان، ده كمال، ده مفيش أحزان. فعلاً الأغنية دي شيرين عبد الوهاب لخصت فيها كل الحالة اللي أنا عايز أقولها لك دلوقتي. لا دي أغنية أكمل عبد الوهاب مش شيرين عبد الوهاب. ميرسي قوي، كومبلمون لطيف جداً منك يا جميلة، عسل قوي يا جميلة. بصي اعتبري الأوضة دي من النهاردة بتاعتك أنتِ، اعملي فيها اللي أنتِ عايزاه. عيشي فيها،
عيشي في اي ركن في اي زاويه تلمسي اي تحفه من التحف الغاليه دي، اقسم بالله العظيم اجيبك من شعرك. انا بقول لك اهو، بالنسبه لصندوق المجوهرات ده ولا يتفتح. تقولي بقى اتاكد ان في مجوهرات حقيقيه ولا مش حقيقيه، ما ينفعش. اوكي، كل ده صندوق مجوهرات؟ هدايا هدايا، الناس بتجاملني. في حب اكمل، هتلاقي في حب اكمل، جوهره في حب اكمل، سنه 42 في حب اكمل، حاجات كده. اعمل ايه؟ عيشي في الزاويه دي في الزاويه دي في الزاويه دي في اي زاويه، تلمسي السرير ولا هعرفك. انا بقرف جدا جدا، اي عرق هيبقى على الملايه او على اللحاف ده والله العظيم يا جميله هزعل منك جدا. اكملها. وانا ممكن انام على السرير؟ ده انت تنامي على السرير وانا انام جنبك كمان لو انت عايزه، يعني لو انت حابه يعني. اتفضلي يا جميله. البنطلون برضه، مشكله البنطلون ليه؟ مش عارفه تقعدي براحتك. خليك يا جميله، البنطلون ده شيء مهم جدا للبني ادم، مريح جدا. اما بالنسبه لي انا يا جميله، انا هنام بره على الارض واتقلب على الارض، ان شاء الله يجي في جسمي كلها رطوبه عادي يا جميله، واقوم من النوم اقول اه يا ظهري. لكن كل ده عشان مين؟ عشان خاطر جميله. اه طبعا هتذلني بقى وتقعد تقولي انا هتعب علشانك وهتمرمط علشانك. انا فاهمه الحركات دي كويس قوي يا اكمل. ها حركات ايه يا بنتي؟ وانت بتتكلمي وترد على نفسك، سيبيلي مساحه انا ارد. لا بقى بص، اذا كنت هتذلني عشان اليومين اللي حبيت فيهم هنا فبلاش منها خالص. في داهيه يا جميله. اوكي ماشي. ايه يا جميله في ايه؟ هو انا كل ما اقول لحد في داهيه يقوم جاي سايبني وماشي كده؟ بتصدقي ليه؟ ده انا بقول كلام مش من جوايا. عشان تشوف بس وتعرف انك بتفكر تفكير تشاموتي. تشاموتي؟ ايه ده يا جميله؟ ايه الكلمه اللي اكبر من سنك دي؟ تشاموتي؟ ايه قاعد مع الاستاذه لميس الحديدي؟ وبعدين اشمت فيكي انت بسبب ايه؟ عشان ما بقاش عندي مكان انام فيه. وانت عندك شقه كبيره عريضه. في عريضه ايه؟ دي عريضه دي؟ ايه الكذب ده؟ ايه قاعد في مغاره انا؟ جميلة انت بتقولي كلام مش فاهماه على فكرة، ممكن تفهميني طيب؟ شايف؟ اديك بتقرب مني شوية وهتمسك ايدي شوية كمان وهتقولي هاتي بوسة يا جميلة. انا فاهمة الحركات دي كويس قوي. ده انا اللي فاهم الحركات دي كويس. انت بتقولي اللي نفسك فيه يا جميلة صح؟ اعترف يا جميلة، قولي يا بنت عادي مفيش مشكلة، قولي. ما انا عارف ان انتوا جواكوا احاسيس برضه بس شايلينها. وبعدين يا جميلة يعني فيها ايه؟ فيها ايه لو مسكت ايديك؟ يعني مثلا يعني ممكن نعمل مثال؟ وريني الايد كده. بصي مسكتي عامله ازاي؟ رقيقه جدا وتحفه ومش قافش على الصوابع. ليه؟ لان انا براعي الايد اللي في ايدي. يا سلام بقى لو التنشن ده يخف شويه. بصي ايوه كده، الايد الشغاله مش بطاله صح؟ وريني الايد دي مع الايد دي. بصي الله يا جميلة، انت نفسك حالتك بقت ألطف بكتير. بصي بقى لو عملنا كده تطلع هنا، ولو مسكنا كده الله يا جميلة. لا يا حبيبي ده يبقى اسمه تحرش، ساعتها بقى انا ابلغ عندك البوليس واخليك تروح تبات في السجن. مش هنام في السجن يا جميلة، لان ما تعرضتش على النيابة الاول. هتعرض على النيابة وهقول اقوالي، وفي الاخر ياخدوا اقوالي ان انت كنت عندي في الاوضة. ايه جايبك الاوضة ولا انت اللي جاي الاوضة بنفسك؟ هنا المحامي هيتكلم، في الاخر القضيه هتتقيد ضد مجهول، وهطلع منها كده يا جميله، كده يا جميله. ايه العبط ده؟ في ايه؟ ليه شحططتينا ووديتينا محاكم واقسام؟ على ايه يا جميله البهدله دي؟ جميله افهمي، انا بحبك. بحبك ها؟ الكلمه اللي كل الرجاله بتضحك بيها على كل الستات. فهماك انا كويس قوي قوي. بحبك دي الرجاله بتضحك بيها على كل الستات؟ طبعا. طب وانت ايه علاقتك بالستات؟ مش معقول. ايه ده؟ ربع ساعة بحالها بيقنعها عشان خاطر تمشي؟ بيقول لها ايه ده؟ يا ابن المحظوظة يا حسين، صايع صايع قديم يعني. لا انا مش هسكت، انا هروح اجيبه من الشقة. الشقة دي شقتي ومن حقي ان انا اقعد فيها انا كمان معاها. ايوه يعني الارض دي ارضي، وانا اقول مين يقعد ومين لا. ايوه انا رايح بقى. الناس دي فظيعه،
انا مش مصدقه ان في ناس واطيه كده. ايه في ايه؟ ايه ده؟ هو ايه اللي ايه في ايه؟ انت رايح فين؟ اروح فين يعني؟ تروح فين يعني؟ انت مش كنت قاعد على الكنبه هنا؟ ايه اللي مشاك لغايه باب الشقه؟ كنت بمشي رجلي، انت عارفه القعده بتتعبني وانا عندي المقرص، فقلت اتمشى راح جاي كده يعني. تتمشى ليه؟ فاكره تراك النادي تتمشى فيه؟ طب انت ايه اللي مضايقك يعني يا حبيبتي؟ ايه اللي مضايقني؟ الناس دول اللي هنا دول ايه دول؟ حاطين قفل على الثلاجه. لا لا، ده في القنح علب الشاي والسكر عاملين لها باسورد. معقوله؟ ده في القنح. ايه تاني؟ حنفيه الميه بلا مكودينها كانها خزنه في البنك. رحمتك يا رب يا ساتر. لا 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 يا منير، الناس دول ما يتسكتش عليهم ابدا ابدا. ماما احنا في مهمه صعبه قوي. اي سي اي سي، الناس دي عايزانا نستسلم من اول يوم. لا لا، مش هنستسلم ابدا. عارفه يا حبيبتي لو دخلوا على الحمامات كده وكودوا البيبان وقفلوها بالاقفال برضو مش هنمشي. ايوه هي اللي تمشي. احنا مش هنمشي. 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 هي مش هتمشي. يعني احنا اللي هنمشي على الطلاق بالثلاثة؟ ما هتمشي يعني احنا اللي هنمشي. لوعة ايه حكايتك يا منير؟ على فكرة انت عندك في بيتك جوهرة، جواهر مش عارف تستغلها. انا بذلت اقصى مجهود معاها، مش هتمشي. يعني احنا اللي هنمشي. هي مش هتمشي وانتوا اللي هتمشوا وانا مش قادر امشي. اللي بيحصل ده اختبار ليك يا أجمل. ما هو لو راجل صحيح يرجعني شقتي، بس احنا جايين هنا عشان هدف ثاني خالص. بس برضه ده هدف مهم، مهم علشان اكتشف شخصيته طبعا. طب لو هما بقى ما طلعوش عملاء ولا حاجة وأكمل طلع مظلوم، هعمل إيه؟ عادي مفيش مانع إني أرجع تاني الهدف الأساسي، بس أنا بقى لازم أستغل قعدتي هنا في اكتشاف شخصية أكمل. أكمل قوم أكمل. يا أكمل بقول لك قوم. اتفضل قوم طلقني. والله؟ أنت طالع يا جميلة طالع. أنت عبيطة يا بنتي. أنت أطلق إيه؟ وإحنا اتجوزنا أساسا عشان نتطلق. قصدي يعني أقول لك مالكش دعوة بيا تاني وما تتكلمش معايا ومش عايز أشوف وشك بعد النهاردة. حاضر يا جميلة. أنت هو ده اللي عايزة توصله لي؟ عايزة حاجة تاني قبل ما أنام؟ باي باي. انا قلت من الاول ان انت لا تصلح. ما انت لو كنت راجل كان زمانك طردتها برا الشقه. احترمي نفسك. احترمي نفسك يا جميله. انا راجل وسيدي الرجاله. ما هو باين بأمرت ان واحده ست، واحده ست مش قادر عليها، واحده ست استولت على الشقه. لو كانت راجل كنا قلنا ماشي. اامن على نفسي زي انا دلوقتي معاك. اعيش معاك ازاي بعد النهارده؟ انت دلوقتي حالا هتروح تطردها برا الشقه ولا لا؟ وهي مالها هي؟ وانا لو هروح اتكلم هتكلم مع مين؟ هتكلم مع صاحب الشقه؟ هي مالهاش علاقه. انا قلت من الاول ان انت اي كلام. الزامي حدودي يا جميله. انا ممكن اقوم اجيبك من شعرك دلوقتي. عايزه ايه دلوقتي انت؟ تروح دلوقتي حالا تطردها بره الشقه. اطردها ليه؟ انا مالي؟ بصفتي ايه اطردها؟ مش هينفع يا جميله. هتحرج منها. مش معقول يا اكمل. يا اكمل انا عايزاك تبقى اسد جسور، نمر متوحش. انا؟ انت. ايه المانع؟ انا هبقى جسد محور، هبقى قرش متوحش. ايوه ماشي يا جميله. فاكره عضلاتي؟ فاكره. كنت شايلها الوقت اللزوم. اتفرجي بقى يا جميله، بس ما تقربيش خالص. ماشي ماشي ماشي. بس انت بنطلونك بس وسيبيني اتصرف. الباب اتسد. معلش ممكن تلفه تاني؟ انا اسف انا اسف جدا.
ايه؟ مفيش، ما رحت لها، رحت لها وما لقيتش حد في البيت. انت بتحرجيني يا جميله. انا زهقت خلاص، جبت اخري. قولي لي يا حمديه يا اختي، يعني احنا ستات يعني ولا زي بعض عادي؟ هو انا يا اختي مش ست زي كل الستات؟ ست واحده، ده انت مجموعه الستات في بعض يا حبيبتي. منير سابني وخرج عادي عادي كده، كاني مكوى في البيت من غير ما ياخد اذني. راح لخالتي الجبان وسابني لوحدي انا وازازه الكاتشب اللي قاعده دي. يا عين امك يا اختي. بقول لك ايه، هو يا اختي الرجاله خلاص اتعموا في عينيهم، انا يعني ما تعشيرش خلاص عادي كده اروح اموت؟ ليه بتقولي كده يا حبيبتي؟ ده انت زي القمر. امال مالهم فيهم ايه؟ اتعموا خلاص، العماص قفل عينيهم، مش شايفين كل القمر ده؟ بقولك ايه، خلاص انا خدت القرار، انا قررت انتحر يا حمديه. تنتحري؟ تنتحري انت ايه، مجنونه ولا ايه؟ لا لا انا مش مجنونه، انا بس يعني في اللقاء الاول كده تلاقي فيه 3 متر عبط، بس انا تمام والله، بس عادي لسه عند موقفي وعايزه انتحر يا حمديه. بقولك ايه، تشتغلي معايا؟ اشتغل معاكي ايه يا اختي، كنت رباص. رقاصه. رقاصه، تصدقي فكره، وانا اصلا كان نفسي فيها من زمان، بس يعني التنسيق ما جابنيش. بس انا يعني مش هعمل لك مشاكل بخصوص المساعدين والمنفذين اللي ورا، عادي مش هعمل لك مشاكل في الكباري، مش هحبسك يعني عادي. عشان وزنك يعني؟ ما هو ده بقى يا بنت الجديد. جديد طب اقول لك ايه يا اختي، هيبقى فيه نقطه وجمبري جامبو كده. كل العملات يا حبيبتي اللي انت عاوزاها. لا طالما كل العملات وجمبري جامبو، ايدي على كتفك. لا ايدي على كتفك ايه، ايدي على وسطك. انت بس تسيبيني نفسك وانا بقى هظبطك اخر تظبيطه.